عبد الفتاح اشرف اللقاني، محمد علي المهدي، محمد محمود ابراهيم، رشاد محمد شبل، احمد يوسف عفيفي، محمد عبد المنعم، سيف الدين حسن، محمد مجدي محمود، رضا هيكل اللي بيجيب على اللقاء النهارده، مصطفى محمد ابراهيم، محمد مصطفى كامل، شريف احمد سعيد، محمد رضا عبد المجيد. كابتن حسام، يمكن مباراه النهارده مهمه جدا، مباراه قويه، شايف المباراه الفنيه النهارده ممكن تمشي ازاي يا كابتن؟ والله طبعا انا برحب بجمهور النادي الاهلي على شاشته المفضله، واحب اقول ان النهارده الصاله في اجمل صورها، يمكن بس ما فيش جمهور، بس يعني ان شاء الله هنشوف ماتش دسم فيه كره طايره تليق بالنادي الاهلي ونادي الزمالك. الماتش النهارده هيبقى ماتش فيه فولي وفيه فنيات عاليه جدا، اتمنى من اللاعبين جميع اللعيبه التحلي بالروح الرياضيه طبعا، كلهم اصحاب وكلهم زمايل في منتخب مصر، وان شاء الله هنشوف فولي كويس جدا. الماتش هيبقى يعني بنسبه كبيره فيها مكسب للنادي الاهلي، واتمنى ان يبقى نادي الزمالك برضه ند قوي جدا لينا عشان نقدر نتفرج على مباراه حلوه. كابتن حسام، يمكن النهارده شايفين الارسال هيبتدي مع النادي الاهلي، وخليني اقول لكم ان كلا الجهازين الفنيين، كابتن شريف شبيرلي المدير الفني لنادي الزمالك، وكابتن محمد مصالح ميدو المدير الفني للنادي الاهلي، النهارده زي ما حضراتكم شايفين ضربه البدايه هتكون للنادي الاهلي السيرف، ويمكن حسام يوسف هو اللي هيبتدي بالسيرف الاول في المباراه. يمكن السيرفات مهمه كابتن حسام. طبعا الارسال دوت هو مفتاح اللعب، يمكن دايما الارسال هو بدايه اللعب زي ما بنقول، دي اداه هجوميه مش اداه دفاعيه. الفرقه اللي عندها ارسال قوي لازم يكون عندها بلوك قوي، بتقدر تامن الماتش وتكسب المباراه. هنرجع لاحداث الماتش، اول ارسال مع حسام يوسف، عدى ارسال سبايك وكوره اترفعت في نادي الزمالك، وكوره للنادي الاهلي، تاتش بلوك طبعا من احمد سعيد، خد نقطه فعلا تاتش بلوك، النقطه الاولى للنادي الاهلي. النتيجه الان 1-0، السيرف الثاني لحسام يوسف. يمكن يا كابتن السيرف الموجه دلوقتي اصبح ضروره في كره الطائره. طبعا السيرف الموجه من الاساسيات في كره الطائره، بس برضو ما ننساش السيرف السبايك. السيرف السبايك عليه عامل كبير جدا، لان سرعته بتعدي ال 100 كيلو في الساعه، وزي ما احنا شايفين حسام يوسف ارسالته قويه جدا، بيلعب سيرف كويس لمركز واحد، الكره بتطلع في مركز واحد 3 بلوك، الكره بتطلع ديفنس سهله، هنعمل كونتر اتاك وسريع، ومحمد عادل بيشوط كره سريعه جدا، حلو قوي، بتاخد ايد البلوك وتنزل، و2-0 للنادي الاهلي. مهم جدا اللعب السريع يا كابتن حسام، يمكن النهارده محمد عادل استطاع برفعه من يعني حسام يوسف، يمكن هو اللي رفع له هذه رفعه، وكانت لعب سريع خدنا بيها نقطه مباشره. 2-0 الان للنادي الاهلي، الارسال مع حسام يوسف، سبايك، استقبال جيد من نادي الزمالك، بلوك، دبل بلوك، استقبال جيد، دفاع، يمكن دفاعاتنا تقدمت كتير كابتن حسام. طبعا المحترف بتاعنا جارسيا ما شاء الله استقباله وديفنساته كويسه جدا، طبعا البلوك عندنا عالي، محمد عادل وعبد الرحمن او محمد عادل وعبو بلوكات عاليه جدا، فهو بيقدر يطلع بعديهم ديفنس، زي ما احنا شفنا الكره اتحطت بليس وقدرنا نطلعها، بس الكونتر اتاك ما عرفناش نخلصه. دلوقتي السيرف مع نادي الزمالك، على الارسال دلوقتي رقم 9 البصير محمد، رقم 9 رشاد شبل، كره استقبال من نادي الاهلي، كره سريعه من محمد عادل. هنا اللعب السريع مهم جدا يا كابتن، يعني النهارده محمد عادل حدد نقطتين، الثانيه والثالثه بلعب سريع، 3-1 النتيجه ترتفع للنادي الاهلي في الشوط الاول، والارسال النهارده مع او دلوقتي مع احمد سعيد. احمد سعيد ارسال مع الوزب من علي، بيلعب ارسال قوي جدا، استقبال من رضا، استقبال ضعيف، كرة بتترفع في 4، وكرة بتتضرب من 3 بلوك قوية جدا في الزاوية، ما نقدرش نعمل لها ديفنس، ونقطة للزمالك، و2-3 للزمالك. 2-3 من الزمالك، والسيرف دلوقتي مع نادي الزمالك، يمكن المباراة تشهد كده نقطة نقطة يا كابتن. طبعا مباراة الأهلي والزمالك بتمشي نقطة بنقطة، دلوقتي الإرسال مع أحمد يوسف، لاعب مركز 4 على الإرسال، هيلعب إرسال مع الوسب برضو، إرساله بيبقى موجه شوية، لاعب إرسال قوي على أحمد سعيد. استقبال وبرده الكوره العادل، ثالث كوره لمحمد عادل بيخلصها بشكل مميز جدا، محمد عادل ضارب 3 كور بنسبه نجاح 100%. يا ولد يا محمد، الحقيقه النهارده 4 نقاط نادي الاهلي، محمد عادل احرز منهم 3، ومحمد عادل الان على السيرف، ارسال بتهيألي لازم يكون قوي، محمد عادل معروف سيرفاته قوي. محمد عادل بيلعب ارسال مع الوزب فلوتر، استقبال من الليبرو حلو كويس، ومحمد مجدي الجون بيضرب كوره سريعه في الشبكه ما تعديش. طبعا زي ما احنا شايفين مع عبو وطالع قافل الدنيا كلها، ما لقاش مكان يحط فيه كرة غير الشبكه. النهارده تشكيل نادي الاهلي يا كابتن، خليك يعني نقولهم في الملعب، محمد عبو، لويجي، احمد صلاح، احمد سعيد، حسام يوسف، وعادل، ده تشكيل اللي بيمثل النادي الاهلي دلوقتي. طبعا محمد عادل سيرفي برده سريع، لكن يطلع بره خط الملعب الخلفي اوت سايد، والسيرفي 2 لنادي الزمالك. على السيرفي دلوقتي محمد مجدي الجون لاعب مركز 3، هيلعب ارسال برده موجه
من مركز 5 زي ما احنا شايفين. لاعب مركز 3 يلعب ارسال من مركز 5 عشان يبقى قريب من مكان الديفنس بتاعه. والمقصوره عندنا طبعا زي ما احنا شايفين سياده الوزير العمري فاروق. استقبال من احمد سعيد وكوره بتترفع للمحترف بتاعنا لويجي بيحط الكوره في ايد البلوك. بس هنا الحكم صفر قبل الكوره ما توصل لويجي، ايه السبب يا كابتن؟ يمكن تكون الكوره كانت مزنوقه شويه فهو الكوره اتحسبت عليه دبل. نعم. سيرف تاني مع محمد مجدي جول. دلوقتي والنتيجه 5-4 زي ما حضراتكم شايفين. الارسال مع نادي الزمالك. ارسال برده فلوتر. هيلعبوا برده على احمد سعيد. زي ما احنا شايفين الليبرو ما شاء الله راح جاب الكوره من مركز 5 وهو في مركز 1 والكوره بترفع لاحمد صلاح دبل بلوك بيحطها جوه خط التلت. كره مزنوقه جدا يا كابتن جدا طبعا. محطوطه بزاويه صعبه من احمد صلاح ويرفع رصيد النادي الاهلي الى 6-4. والسيرف دلوقتي مع احمد صلاح. منتظرين كتير من احمد صلاح النهارده يا كابتن حسام. طبعا يعني احمد صلاح لعيب عالمي الناس كلها عارفاه. يمكن احمد صلاح من اللعيبه القلائل اللي كتبت اسمه في تاريخ الرياضه في مصر. وارسال قوي جدا ما شاء الله من احمد صلاح. استقبال متوسط. لعبه بيحط الكوره صوابع سهله بترفع للويجي مركز 4 بيشوط الكوره. مش دي شايفها انا جوه يا كابتن. حدود الملعب. يمكن الحكم دلوقتي هنرجع يرجع لحكم اللاين. بس حكم لان حكم اللاين مشاور ان الكوره انسايد. اكيد هيرجع له. هنشوف طبعا قرار الحكم. لعيبه النادي الاهلي كره واضحه ان هي جوه. الكره باينه ان هي جوه الملعب فاكيد لازم هياخد راي حكم الرايه. بس هنا الحكم رفع هو وصار. اكتفى باللي هو شافه. تمام. يبقى لا تعليق على حكم المباراه ولكن احنا كنا شايفين ان الكوره جوه ولكن ما فيش مشكله خالص. السيرف مع نادي الزمالك. السيرف دلوقتي مع نادي الزمالك مع سيف حسن عابد. لاعب مركز 2 طبعا لعيب لسه ناشئ جديد ما شاء الله عليه طالع كويس جدا في نادي الزمالك وامل في نادي الزمالك. هيلعب ارسال مع الوزب طبعا. بس طبعا زي ما احنا شايفين المباراه لسه مقفوله لسه واقفه. الكلام عن نقطه اللي فاتت لان الحقيقه هي واضحه وهم هي واضحه ان هي جوه. طلب منه انه يرجع لحكم الثاني او الحكم اللاين عشان يعرف منه اذا كانت الكوره جوه ولا بره. بس واضحه للكل يعني بتهيألي ان هي واضحه للكل. لو قدرنا نعيدها كمان هيبقى كويس جدا جدا. هو ممكن الحكم يطلب ان هي الكوره تبقى كوره معاده اصلا لان عليها كلام كتير. هنشوف الحكم هيبقى هياخد قرار ايه. لا حسبها للنادي الاهلي برده في الاخر الحمد لله. باينه يا كابتن باينه الكوره باينه فعلا طبعا. ان هي جوه الملعب باينه. وهنا على فكره اهميه حكام اللاين لان هو الكره واضحه كويس جدا ان هي جوه الملعب. يعني احنا الكره الطايره من اكتر الالعاب اللي فيها حكام لان صعب جدا سرعه الكوره وقوه الكوره بتخلي القرارات بتبقى مذبذبه شويه. يمكن حكام اللاين دي وظيفتهم وده دورهم ان هم يشوفوا الكوره القريبه من اللاين. فعشان كده بس خليني اقول تصرف جيد من احمد صلاح انه توجه للكابتن محمد منير الحكم الاول وقال له ارجع للحكم الثاني. ودي الاعاده. اشكرك مخرج اللقاء. يمكن زي ما حضراتكم شايفين يعني ركزوا في الضربه اللي ضربها لويجي. هتلاقوا الكره كانت في الملعب واضحه للكل ولكن طبعا اكيد رجوع جوه الملعب لمس اللاين واضحه. كره لمس اللاين. ورجع للكابتن تجريد خطاب. احمد صلاح كوره مشطه من 5-5 قدام لعبه ما يقدرش يتحرك عليها ونقطه مباشره للنادي الاهلي من احمد صلاح. ده والقاس لاحمد صلاح مظبوط. بالظبط. تمام. ودي تاني نقطه وهو ليه على الارسال. دي تاني نقطة للنادي الأهلي. النتيجة 8-4 يتقدم النادي الأهلي في الشوط الأول. أحمد صلاح تاني على السيرف هيلعب إرسال مع الوزب من مركز 5. إرسال قوي جدا. هارد لك يا أحمد هارد لك. معلش يعني هو لسه جايب نقطة برضو دلوقتي كويسة. هيرجع على السيرف دلوقتي طبعا زي ما احنا قلنا سيف حسن عابد لاعب مركز 2 هيلعب إرسال من الوزب من مركز 1. وزي ما قلنا لعيب طبعا لعيب ناشئ ولعيب لسه جديد على التشكيلة الأساسية لنادي الزمالك بس بيستناه مستقبل كبير جدا. ارسال مع الوزب بيحط ارسال قوي جدا في مركز 5. استقبال متوسط. الكره بتطلع في مركز 4 للرويجي 3 بلوك لكن اوت سايد ونقطه جديده. خلينا اشيد يا كابتن حسام باستقبال لويجي النهارده كان استقبال جيد في بدايه اللعبه. يمكن الاستقبال الجيد ده اللي ريحنا. طبعا يعني السيرف قوي جدا يعني انا اتوقع ان سرعته معديه ال 100 كيلو في الساعه. طبعا هو طلع الكوره بشكل مميز جدا واترفعت له وعرف يخلصها ب 3 بلوك. يعني ده بيدل ان هو لعيب يعني بيتحط تحت ضغط ان هو بيستقبل الكوره وبيعرف يخلصها. بيرجع على السيرف لويجي بيلعب ارسال من نص الملعب سبايك. كوره باستقبال كويس رفع في مركز 1 لسيف عابد بيخلص الكوره بشكل مميز جدا من دبل بلوك. النهارده توصل النتيجه الان 9-6 لصالح النادي الاهلي. وارسال ثاني لنادي الزمالك رقم 22. رقم 22 لعبه على السيرف. لعبه من اللعيبه المميزه جدا اللي لعب فتره في النادي الاهلي وبيلعب دلوقتي في نادي الزمالك. نعم. ولعيب منتخب مصر يمكن لعيب 4 اساسي في منتخب مصر بيلعب ارسال مع الوزب من مركز 1 وارسالاته قويه جدا ومميزه.
بيلعب استقبال مع الواد زي ما قلنا، استقبال كويس جدا، الكره بتروح في مركز 4 لاحمد سعيد العالمي، بيضرب الكوره بيخلصها، نقطه جديده للنادي الاهلي. لمس الشبكه حائط الصد نادي الزمالك، نقطه للنادي الاهلي، 10-6 تقدم اهلاوي. وشفنا دلوقتي خروج اللاعب الكابتن محمد مصلحي، خرج اللاعب المحترف يندر الليبرو الفريق، ونزل مكانه مين يا كابتن؟ نزل مكانه طبعا محمد عادل على الشبكه، ودلوقتي عبد الحليم عبو على الارسال في مركز 5 بيلعب سيرف مركز 1 على اللعبه، استقبال كويس والكره بتلفها سريعه وبتخلص من نص الملعب، نقطه لنادي الزمالك لتصبح النتيجه الان 10-7 تقدم اهلاوي في الشوط الاول. يلا يا اولاد ان شاء الله المباراة تمشي بشكل مريح لينا والأعصاب جماهير النادي الأهلي. يمكن دلوقتي يا كابتن توقفت المباراة، يمكن في تغيير بيجريه أو النقاش بيجريه الجهاز الفني، أو بيحتاج أحد اللاعبين في نادي الزمالك وضع بعض الإسبراي على إيده عشان تستكمل المباراة. يعني توقفت لحظات، كان محمد علي المهدي لاعب نادي الزمالك على الإرسال يا كابتن حسين. محمد علي المهدي لسه جايب نقطة دلوقتي من كرة سريعة، لاعب مركز 3 هيلعب ارسال دلوقتي من مركز 1، ارسالاته قويه جدا كنا عارفينها طبعا وحافظينها من السنه اللي فاتت، بيلعب ارسال سبايك ورفع كوره سريعه جدا وقويه، لكن ده بتعدي حدود الملعب الخارجيه، الكوره اوت سايد، ونقطه جديده للنادي الاهلي 11-7 للنادي الاهلي. فرق 4 نقاط دلوقتي النادي الاهلي، يمكن الفرق يعني دايما في الكره الطائره الفرق 4 نقاط ده يعني ما يريحش، ولكن الحمد لله احنا ماشيين بشكل جيد. رجع تاني ليبرو الفريق ويندر للنزول، يندر للنزول مره اخرى، ارسال حسام يوسف، استقبال من احمد يوسف، الكره بترفع مركز 4 بيشوطها على اللاين كويس جدا، حسام بيطلعها ديفنس، الكره بترفع لاحمد سعيد من فوق حائط الصد، كره في مركز 6 وصعبه جدا ان هي تتكمل، والحمد لله الكره خلصانه ونقطه جديده للنادي الاهلي. زي ما احنا شايفين فرحه احمد سعيد ضارب كره من فوق البلوك، يعني احمد سعيد من اللعيبه اللي بتنط عالي جدا والجامب بتاعها مميز، وبيقدر يجي من المنطقه الخلفيه لتصبح النتيجه 12-7 تقدم اهلاوي وتايم اوت. وقت مستقطع طلبوا نادي الزمالك لايقاف يعني تقدم النادي الاهلي 12-7، واللي بيصير بخطى ثابته نحو الفوز بالشوط الاول. كابتن حسام، يمكن الشوط ده شهد يعني سيطره اهلاويه حتى الان يا كابتن. طبعا ارسالات النادي الاهلي مميزه جدا، اذا كان احمد صلاح على الارسال، واذا كان حسام يوسف دلوقتي واحمد سعيد. طبعا الضرب السريع بتاعنا مميز، احنا اترفعنا 3 كور او 4 كور لمحمد عادل كلهم خلصانين في اول شوط، ده قدر يخلي البلوك يبقى في نادي الزمالك في خلخله، اللاعب سنتر بلوك مش عارف يتحرك مع البلوك السريع ولا يتحرك مع البلوك مع الضرب العالي. فدلوقتي زي ما احنا شايفين ان النادي الاهلي هو اللي فارض سيطرته جدا على الماتش، ويمكن توفيق حسام يوسف كمان يا كابتن في اللعب السريع مع محمد عادل في اول اللقاء اللي اهدى للنادي الاهلي 3 نقاط متتاليه من اصل 4 نقاط، ده كان ليه دور كبير جدا في تقدم النادي الاهلي. عوده للقاء مره اخرى، ارسال اهلاوي مع مين يا كابتن؟ مع حسام يوسف. حسام يوسف بيرسل من مركز 1 يلعب ارسال بعد التايم اوت، يعني دايما المدربين بتقول لعد السيرف بعد التايم اوت، هنشوف حسام هيعمل ايه. بيعدي السيرف طبعا، ارسال سهل، الكره بتروح مركز 1 وحائط صد لكن بره الملعب زي ما احنا شفنا، حائط صد من احمد سعيد ودوله ولكن خارج الملعب، لتصبح النتيجه 12-8 دلوقتي للنادي الاهلي، والارسال ينتقل الى نادي الزمالك. نشوف مين على الارسال في نادي الزمالك دلوقتي. لعبه بتهيألي يا كابتن. لا، على الارسال المعد اشرف اللقاني رقم 3، معد الفريق بيلعب ارسال مع الوزن، استقبال من لويجي، استقبال كويس جدا يا ولد يا ولد يا ولد يا عادل، بيلفها في مركز 1 بشكل جميل قوي قوي. النقطه الرابعه يا كابتن النهارده باللعب سريع. طبعا النقطه الرابعه ليه، بيلفها في مركز 1 زي ما احنا شايفين كده، بعيد جدا عن البلوك وبعيد عن الديفنس. يا ولد يا حسام، يعني يا ولد يا محمد عادل، يا ولد يا ولد، اداء رائع من النادي الاهلي حتى الان ما شاء الله. مجلس اداره النادي الاهلي شايفين طبعا يعني اكيد السعاده باداء النادي الاهلي حتى الان. ارسال قوي من احمد سعيد، والكوره بيرد عليه كوره سريعه لكن بيلمها احمد سعيد، بيلمها والكوره بترفع لاحمد صلاح، بيحط الكره ايزي طب كده سهله، بتتلم في مكان تاني، هتترفع في مركز 4، اتحطت كوره في مركز 6 اترفعت لاحمد صلاح، واحمد صلاح بيشوط الكوره لسه ما خلصتش، هتترفع تاني في مركز 2، يوسف بيحط الكوره في البلوك وبيلمها تاني، هتعدي لنا سهله، عدت سهله، الكوره هتترفع فين؟ وطلعت مركز 6 لاحمد سعيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد سعيد يا ولد، بيخلصها من غير بلوك بشكل مميز وشكل جميل جدا. حسام يوسف النهارده عامل سيمفونيه بصراحه، لعب سريع، ضرب خلفي، الحقيقه النهارده احمد سعيد ناطط من الخط الخلفي شايف الملعب كله. لا جميله، احلى لعبه في المباراه النهارده. طبعا احلى كره اتلعبت، الكره فيها رالي كتير رايح جاي من النادي الاهلي ونادي الزمالك، لغايه لما حسام يوسف رفعها لاحمد سعيد اللي جاي غير مراقب خالص من المنطقه الخلفيه، بيضرب من غير بلوك في قلب الملعب والكره خلصانه بشكل جميل. احمد سعيد تاني على السير، بيلعب ارسال قوي، استقبال من مركز 1، الكره ترفع في مركز 4،
ويضرب الكوره الليبرو بتاع عندنا بيطلعها، لكن لمس شبكه واضح النهارده احمد صلاح. احمد صلاح بس النهارده يعني انا عايز اعلق على استقبال يوندر الحقيقه، الاستقبال الرائع اللي استقبله بايد واحده دلوقتي. بص يا كابتن يعني ده ليبرو من الطراز يعني فريد بصراحه، هو يعني متابع الكوره بيشوف الكوره بيبدا ينفذ الكوره راحه فين، بيشوف الكوره راحه فين ويبدا ينفذ ويتحرك على الكوره، فالكوره طبعا بيطلعها بكل سهوله. ارسال لاحمد يوسف على السيرفر، ارسال قوي جدا، استقبال مميز. واحمد سعيد تاني الكوره قصيره عليه بيعديها سهله، هتروح مركز اربعه اللعبه، بيضرب من عالي جدا وديفنس من يوندر، والكوره ترفع اوت اوف سيستم في اربعه وثلاثه بلوك دبل بلوك، لكن ما يقدرش نقطه لنادي الزمالك لترتفع يرتفع رصيد نادي الزمالك ال 10 نقاط 14 10 يقترب النادي الاهلي يعني قليلا لنهايه الشوط ان شاء الله ويحسم اللقاء، ولكن اربع نقاط زي ما حضراتكم عارفين في الكره الطائره ليس بفارق كبير. الارسال لنادي الزمالك بيلعب ارسال موجه على الليبرو، استقبال كويس جدا وهترفع لعادل بيشوط الكوره، لكن الديفنس بيطلع والكره ترفع في مركز اثنين. احمد سعيد بيطلع الكره ثاني، لويجي بيضرب من اربعه في اربعه الله على بره على واخد ايد البلوك وخارجه. لويجي النهارده بيحط يعني دي النقطه الكام تقريبا الثالثه لويجي النهارده، النقطه الثالثه لويجي يعني ضريب مميز جدا واستقبال مميز جدا، يعني ده مكسب كبير قوي للنادي الاهلي في مركز اربعه النهارده لما يحط يعني ضربه زي دي وتيجي في البلوك وتخرج بره لنقطه لنادي الاهلي تصبح النتيجه 15 10. ارسال محمد عادل دوله، ارسال دوله على نص الملعب، استقبال من رضا، استقبال كويس، لعبه بيضرب من عالي جدا، الديفنس عندنا بيطلع، ومركز اربعه تاني لويجي بيضرب الكوره حلوه الله، ولمس شبكه على نادي الزمالك من سيف عابد، ونقطه جديده للنادي الاهلي بقى 16 10. النهارده يا كابتن بدا حسام ينوع يعني ضرباته، بيوجه مركز اربعه، خد ضرب خلفي، لعب سريع. النهارده حسام يوسف الحقيقه قادر يدير الشوط الاول بشكل جيد. طبعا احنا لو شفنا خدنا بالنا كده من توزيع اللعبه هنلاقي ان احمد صلاح في 16 نقطه دول ضرب كورتين، يعني ما شاء الله اللعيبه عندنا كلها فايقه، وحسام بيوزع اللعب بين اللعيبه كلها، واستقبال كويس، والكره بترفع في مركز اثنين، بلوك من النادي الاهلي واتلم تاني وهتعدي لنا سهله، وديفنس الكره بتعدي النادي الزمالك، مركز اربعه لعبه بيضرب من فوق حائط الصد، نقطه النادي الزمالك دلوقتي يرفع رصيده ل 11 نقطه تصبح النتيجه 16 النادي الاهلي 11 نادي الزمالك. ويمكن احنا شايفين استقبال حتى الان جيد من النادي الاهلي يمكن باستثناء بعض النقاط البسيطه، ولكن الارسال بيتنقل هنا لنادي الزمالك والنتيجه 16 11، يتبقى 9 نقاط على نهايه هذا الشوط في حاله انه انتهى بنتيجه 25 رقم 15 من نادي الزمالك على الارسال. الجون على الارسال، بيلعب ارسال مع الوزن، بيلعب مركز 3، هيلعب ارسال موجه، هيلعب طبعا دايما بيلعبوا من مركز 5 لمركز 5 زي ما احنا عارفينه وحافظينه، وفعلا بيحط الملعب على 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 مركز 6 على احمد سعيد، والليبرو بيحاول يغطي عليه. نقطه مباشره لنادي الزمالك لتصبح النتيجه 16 12. يلا يا اولاد نركز تاني نخش في المباراه ان شاء الله، عندنا فرق سكور يعني جيد، يمكن ويندر اتزحلق في الكوره دي، ولكن يبقى الارسال مع نادي الزمالك رقم 15 ايضا. تاني محمد مجدي الجون برضه هيلعب سيرف، هيحاول يلعبه على احمد سعيد، وبالمره دي احمد سعيد استقبال حلو جدا، واحمد صلاح بيضرب الكوره بتاخد ايد البلوك، لكن الحكم بيقول ما لمستش ايد البلوك والكوره اوت سايد. نقطة لنادي الزمالك لتصبح النتيجة 16 13، محتاجين نرجع تاني في المباراة، محتاجين نركز، لا نفقد التقدم اللي حافظنا عليه أربع خمس نقاط من أول اللقاء، وتايم أوت طلب كابتن محمد مصلح ميدو، التايم الأوت الوحيد اللي ليه في الشوط الأول عشان نرجع تاني التركيز. احنا شايفين عبد الله عبد السلام بيسخن يا كابتن. طبعا يعني عبد الله من اللعيبه المؤثره جدا، هو دايما يكون جاهز تحت امر الجهاز الفني. طبعا كابتن ميدو زي ما احنا شفنا حس ان نادي الزمالك خد نقطه والثانيه ورا بعض، فبدا يوقف الزحف بتاع نادي الزمالك دوت، السكور كان فوصل لغايه 4 بونت 5 بونت، دلوقتي بقى 3، فطبعا مع السيرف الكويس اللي بيلعبه مجدي الجون لازم الملعب يقف شويه، وطبعا كابتن ميدو خبره كبيره جدا، عرف يوقف الملعب في الوقت المناسب، ودلوقتي هنشوف نادي الزمالك هيبقى عنده ايه يقدمه دلوقتي بعد التايم اوت دوت. يعني اتمنى ان الكره هتجي لنا سهله، طبعا بعد التايم اوت اللعيب بيعدي دايما بيعدي السيرف، فنقدر نعمل بيها تشكيله هجوميه كبيره جدا. احنا عندنا احمد صلاح امامي، عندنا عبد الحليم عيبو امامي، لويجي. عندنا لويجي كمان امامي، يعني قوه الضربه بتاعتنا كامله على الشبكه. هنشوف دلوقتي سيرف مع الوزن، ارسال قوي برده، الكره بترفع مركز اربعه، لويجي بيضرب الكره في ايد البلوك وبتعمل نقطه للنادي الاهلي اللي ارتفع النتيجه 17 13. ويمكن يا كابتن التغيير الوحيد اللي تم اجراؤه في هذا الشوط هو خروج محمد عادل ونزول عبو على مركز 3، يمكن التغيير ده حصل من دقيقتين تقريبا، ولكن
ده طبعا بيدي التقدم الان للنادي الاهلي 17-13. ارسال احمد صلاح. احمد صلاح بيلعب ارسال قوي جدا في المركز السته، استقبال كويس، كرة بتطلع في اربعه للعبه، بيضرب من عالي جدا وعبه بيعدي الكوره سهله. وسيف حسن عابد بيعدي الكوره برده سهله، الديفنس من حسام يوسف، احمد سعيد في الاعداد، واحمد صلاح بدبل بلوك بيضرب الكوره وديفنس كويس جدا، والكوره طلعت في اربعه ثلاثه بلوك، كوره مضروبه قويه جدا، والكوره صعبه بنعديها سهله، وطلع تاني سريع، وكوره في بلوك وعلى بره خارج الملعب. لازم نشيد هنا بالروح القتاليه اللي قام بيها احمد صلاح، وجري لحق الكوره قبل ما تخرج الاوت وردها وطلعها تاني ل طبعا نص ملعب نادي الزمالك، ونقطه نادي الزمالك الحقيقه لتصبح النتيجه الان 17-14. والسيرف زي ما قلنا ناحيه نادي الزمالك، الماتش فيه فنيات عاليه جدا زي ما احنا شفنا الرالي، كذا رالي بيتلعب في الماتش بين الاهلي والزمالك، في قتال على الكوره فعلا. نعم، اذا كان من نادي الزمالك او اذا كان من نادي الاهلي، الكوره كانت بعيده ولاعيبه النادي الاهلي جريت وراها وحصلتها، وزي ما احنا شفنا نادي الزمالك قدر يا ولد يعبه، يا ولد يعبه يعني يعبه يعني 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 كوره كانت مرفوعه لويجي عبو ياخدها، يعني لعب سريع طاير في السماء فوق في الدور السابع عبو، يعني هو يعني الكوره خبطت فيه من غير ما يبقى قاصد، يعني على امكانياته عاليه جدا، اي كوره عاليه بيقدر يتصرف فيها وياخدها، كانت نقطه شكلها حلو جدا. النهارده لويجي كان بيتكلم مع لعيبه الزمالك الحقيقه لانه خاف لما ينط ينزل على احد اقدام لعيبه نادي الزمالك، فكان يعني بيوجههم ان نخلي بعض، لانه اوقات كتيره جدا الضريب بينزل على رجل المدافعين، ودي ممكن تبقى اصابه كده. اه طبعا، يعني دي من الحاجات الخطره جدا في الكره الطايره، ان انا انزل على رجل زميلي اذا كان معايا في الفرقه او اذا كان في الفرقه الثانيه، انا هتصاب وهو هيتصاب، فعلى قد ما بنقدر احنا كلاعيبه يعني بنحافظ على بعض، لان احنا كلنا في الاخر هدفنا نعم. منتخب مصر. ارسال لويجي يمكن بيلعبوا مع الواد، قوي جدا، استقبال من مركز 6، استقبال كويس، الكره بترفع في مركز 2 لحسن سيف حسن عابد، بيخلص الكره بشكل كويس زي ما انا قلت، يعني سيف حسن عابد من اللعيبه المميزه جدا، اللعيبه اللي مستناها مستقبل كبير في الكره الطايره. نعم، بيخلص الكره بشكل كويس. يمكن البلوك كان مشروخ شويه يا كابتن، او يمكن الدفاع اللي ورا البلوك شويه، البلوك كان ساحب شويه ناحيه العصايه، فكانت عنده الزاويه مفتوحه بشكل كبير. لنقطه لنادي الزمالك لتصبح النتيجه 18 نادي الاهلي 15 نادي الزمالك. في تغيير دلوقتي في نادي الزمالك، خرج المعد بتاعهم المعد، استقبال يعني. استقبال جيد، نقطه من احمد سعيد، يا ولد احمد سعيد هو رجل اللعبه دي، يمكن استطاع انه يعني في يعني حط بليس سريع كده ما حسش بيه لعيبه نادي الزمالك. ابص يا كابتن، يعني قام بعد استلام الكره دي نط حطها لمسها في نص ملعب نادي الزمالك. يا ولد يا سعيد يعني. يرفع يعني رصيد النادي الاهلي من 19 نقطه ونادي الزمالك 15. في تغيير دلوقتي يا كابتن، في تغيير دلوقتي عمله كابتن محمد مصلح، يطلع عبد الحليم ونزل عبد الرحمن سعودي. تمام، في مركز 3 هيبدا عبد الرحمن سعودي الارسال، بيلعب ارسال من مركز 5 مع الوزب، ارسال فلوتر، ارسال جيد جدا على لعبه في مركز 1، الكره بترفع في 4، كره سهله بتعدي، لكن عندنا زي ما احنا شايفين الروح القتاليه، ثلاث لعيبه لموا نفسهم على الكوره عشان الكوره تطلع، ده طلع بلوك يعني ثنائي من دوله وحسام يوسف، ولكن حط لاعب نادي الزمالك الكوره ورا البلوك، ويمكن كان الدفاع ورا البلوك كان بثلاث لاعبين ولكن ما قدروش يوصلوا لها. نقطه نادي الزمالك لتصبح النتيجه 19-16. ارسال لنادي الزمالك مع رقم 6، مع رقم 6 محمد المهدي، لاعب مركز 3 زي ما احنا قلنا، ارسالاته قويه جدا، السيرف اللي فات ضيعه، بيحط ارسال في قلب الملعب زي ما احنا شفنا، ارسال قوي قوي، بتعدي الكوره من اول مره في ملعب النادي الزمالك، بنلم تاني والكوره بتترفع على احمد صلاح مركز 2. يا ولد يا احمد صلاح، جدا جدا جدا، الكوره جميله من احمد صلاح، بيجيب بيها النقطه 20، النقطه ال 20 للنادي الاهلي، نادي الزمالك 16، يتبقى 5 نقاط. يلا يا رجاله الدنيا قربت عشان نحسم الجيم الاول او الشوط الاول. الارسال حسام يوسف، عوده ثانيه لحسام يوسف. حسام يوسف يعني النهارده بيقدم مستوى عالي جدا جدا جدا، بيوزع اللعب بشكل كويس، ارسالات قويه جدا، يمكن حسبناه وحط ارسال في بطن الشبكه، معلش حسام، وارد جدا يا كابتن، لانه الارسال الحقيقه انت بتحط ريسك في الارسال، يعني انت عشان تلعب ارسال قوي لازم يكون في ريسك. هو طبعا الارسال من المهارات الهجوميه في الكرة الطايرة، انا مش معايا ارسال ان انا اعدي السيرف، لا انا لازم اهاجم الفرقة التانية عشان تجي لي الكورة سهلة، حتى لو راح مني ارسال او اتنين في الشبكة مش ازمة، ولكن انت بتضغط بيها على الفرقة التانية عشان تقدر تاخد استقبال سهل. ارسال مع نادي الزمالك، ارسال مع اللاعب زياد محمد صانع الالعاب اللي لسه نازل دلوقتي، بيلعب
ارسال مع الفلوتر والكره لاحمد سعيد. نقطه مباشره اثنين. نقطه مباشره للنادي الاهلي جدا. نتيجه 21-17. برافو يا اولادي، نتيجه ماشيه كويسه، رفعه كويسه من حسام يوسف، تصويبه ولا اروع من احمد سعيد. يمكن ضرب قوي احمد سعيد النهارده، مباراه جيده حتى الان يا كابتن احمد سعيد، دفاعا وهجوما ما شاء الله عليه النهارده. احمد سعيد من اللعيبه المؤثره جدا، اللي طول ما هو بيبقى فايق وفي حالته النادي الاهلي بيبقى في مكان تاني في الفولي. زي ما احنا شايفين الاستقبال بتاعه كويس جدا، الضرب بتاعه كله خلصان، السيرف بتاعه ارسالات موجهه وارسالات قويه بشكل جميل، بيلعب سيرف مع الوزن، ارسال قوي جدا. الله جوه يا ولد يا ولد، لسه بنقول محمد سعيد ارسالات قويه. نقطه مباشره بتتحسب لنادي الاهلي عشان يرفع النتيجه 22-17. يلا يا اولاد، ثلاث نقاط لحسم الشوط الاول. احمد سعيد حقيقه قايم بمباراه قويه جدا حتى الان، يا رب يحفظه ويكمل على هذا. تايم اوت ثاني يا كابتن. تايم اوت ثاني لنادي الزمالك عشان طبعا يوقف الزحف الاهلاوي الكبير جدا عليهم. زي ما احنا شايفين احمد سعيد بنقول ان هو بيلعب ارسالات قويه جدا، الضرب العالي عنده بشكل مميز، الاستقبال ماسك نفسه وطالع بيطلع كور صعبه وشكلها حلو طبعا، بالاضافه لحسام يوسف اللي عارف يوزع اللعب بين اللعيبه كلها ومخلي الاهلي طالع بالمنظر الجميل دوت، كانه بيعزف فعلا سيمفونيه صحيح رائعه جدا جوه صاله النادي الاهلي. النهارده الارسال مازال مع حسام يوسف، ودي طبعا صوره مقصوره النادي الاهلي بحضور مجلس الاداره وعلى صوب طبعا معالي الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره. السيرف مع حسام يوسف والارسال بيلعبه مع احمد سعيد، انا اسف، الارسال مع الوزن، ارسال مع الوزن خارج الملعب، الملعب لتصبح النتيجه 22-18. وزي ما قلنا يا كابتن، لو ما ضغطتش بالارسال وابقى في بعض المخاطره في الارسال، لا ممكن يعني تفقد هذه النقطه. شفنا تغيير دلوقتي بخروج احمد سعيد ونزل عبد الرحمن الحسين اللاعب الصغير الصغير سنا والكبير جدا جدا في الفولي. دلوقتي السيرف مع احمد يوسف بيلعب ارسال مع الوزن، ارسال قوي جدا، استقبال كويس. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، في الثلاثة متر ما شفناهاش من زمان جدا، فعلا حسام يوسف حط له كوره لا ولا اجمل ولا اروع بصراحه. لا النهارده امانه حسام رايق، حسام يوسف رايق بجد، يعني النهارده ما شاء الله عليه، يعني مايسترو بيقود الفريق بشكل جيد. وارسال مع محمد عادل، خلاص نقطتين ان شاء الله، 23 النادي الاهلي، 18 نادي الزمالك. وارسال مع محمد عادل دوله، محمد عادل بيلعب ارسال من مركز واحد، ارسال موجه مع الوزن، ارسال قوي جدا، استقبال مميز، الكره بترفع في مركز اثنين، وسيف حسن عامل بيضرب كوره في ايد البلوك وعلى بره، تاتش بلوك وخرجت بره النادي الاهلي، ما يقدرش يحصلها. مفيش مشكله يا كابتن، مفيش مشكله، النتيجه 23-19. ان شاء الله نقدر نستقبل الكره دي. وشايفين النهارده مستر اجوستي بوشا المدير الفني لكره السله وكابتن احمد الجرح المدرب العام بيحضروا اللقاء، والحقيقه لهذا الثنائي ما بيفوتش مباراه ابدا في النادي الاهلي ويحضروا الارسال مع نادي محمد مجدي على السيرف بيلعب ارسال قوي جدا، الحسيني استقبال مميز، احمد صلاح بيضرب الكوره ودبل بلوك، ديفنس تاني، استقبال من نادي الزمالك ولعبه بيطلع يشوط الكوره في التاتش في ايده، بس انا شايف ما جاتش في البلوك يا كابتن، انا شايف ما جاتش في البلوك، ولكن هنا كابتن محمد مصالح بيده بيقول للاعيبه اكيد الحكم هيرجع تاني للحكم الرايه والحكم التاني عشان ياخد القرار الصح، لان الكوره بتبقى سريعه جدا وصعبه. اي لعيب بينزل ساعات ما بيحسش ان الكوره جت في ايديه، نعم، فهو الحكم هو اللي بيبقى شايف الـ 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 الحاجات البسيطه ديت. ارسال تاني مع نادي الزمالك، مهم جدا الاستقبال ده يا اولاد، مهم جدا الاستقبال ده، لازم السيرف دلوقتي يتكسر، محمد مجدي الجون على السيرف، هيلعب ارسال مع الوزن، بالمره اللي فاتت كابتن محمد مصلح وقف اللفه ديت وعمل تايم اوت، دلوقتي استقبال من الحسيني، احمد صلاح هيضرب بدبل بلوك وبيضرب الكوره بره حدود الملعب. نقطه لنادي الزمالك 23-21. لا محتاجين نرجع تاني للمباراه، خلاص فرق نقطتين، محتاجين نرجع للمباراه. يمكن رفع لاحمد صلاح حطها في زاويه صعبه جدا، وانا شايفها تاتش بلوك يا كابتن، يعني انا شايفها كده، ما اعرفش، بس الكره فعلا بعيد عن 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 البلوك، وطبعا زي المره اللي فاتت زي اللفه اللي فاتت كابتن محمد مصلح برده طلب تايم اوت في نفس السيرف بتاع كده. كلا المديرين الفنيين يا كابتن محمد مجدي، كلا المديرين الفنيين طلبوا تايم اوت، اثنين تايم اوت كده. احنا هنكمل لغايه اخر الشوط من غير تايم اوت او من غير اي ايقاف للمباراه. طبعا فرقه نادي الزمالك بتهاجم بالارسال بتاعها بطريقه كبيره جدا، زي ما قلنا السيرف اداؤه هجوميه في الكره الطايره، دلوقتي الاثنين سناتر بتوع نادي الزمالك بيلعبوا سيرف قوي جدا، يمكن محمد مجدي الجون ارساله موجه وارساله سريع، بيلعبوا على مركز 6 على الحسيني، كان قبل كده كان بيلعبوا على احمد سعيد، دلوقتي بيلعبوا على الحسيني اللي حصل تبديل بينهم من بعد شويه
واتمنى ان الكوره ديت نعرف نطلعها ونخلصها على طول من اول مره علشان نقدر نكسب الشوط الاولاني. ارسال مع نادي الزمالك رقم 15. رقم 15 محمد مجدي الجون على السيرف برضو السيرف الثالث. هنشوف هيعمل ايه. السيرف من مركز 5 دايما بيلعبوا على مركز 6. بيحط الكوره بره الملعب كوره بره حدود الملعب. وبرده كابتن محمد مصلح ينجح للمره الثانيه ان هو يضيع السيرف بتاعه ان هو في نفس اللفه ديت المره اللي فاتت طلب تايم اوت وبرده السيرف ضاع. تصبح النتيجه 24 نادي الاهلي 21 نادي الزمالك. وبيجري تغيير كابتن محمد مصلح ميدو. عصران نازل يا كابتن شايف عصران وعبد الله عبد السلام. نعم تغيير عصران هينزل مكان حسام يوسف في المركز في المنطقه الاماميه وعبد الله هينزل عصران نزل مكان احمد صلاح وعبد الله عبد السلام نزل مكان حسام يوسف. والارسال الان ارسال دلوقتي مع عبد الله هيلعب طبعا كابتن محمد مصلح نزل عمل التغيير ديت عشان يلعب بثلاثه هجوم على الشبكه ويستغل ان عبد الله يبقى في المركز الخلفي ويبدا عبد الله على السيرف ثاني دلوقتي. يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله ارسالاتك. وعبد الله بيلعب ارسال مع الوزب ارسال قوي جدا لكن الكوره بره حدود الملعب. لتصبح النتيجه الان 24-22 للنادي الاهلي. ارسال رقم 14 من نادي الزمالك. ارسال رقم 14 محمد سيف الدين عابد. هنشوف على السيرف قلنا بيلعب ارسالات مع الوزب قويه جدا. مهم الاستقبال جدا يا كابتن حسام. اه طبعا الكوره دي مهمه جدا اخر كوره ممكن في الجيم. بيلعب ارسال قوي جدا ومهموش ما شاء الله لعب كوره حلوه الكوره بتعدي سهله. يا ولد يا عبد الله هيعمل هجوم مضاد وكوره سريعه من مركز 3 نقطه النادي الزمالك. نقطه النادي الزمالك. تصبح النتيجه 24-23 وشفنا قد ايه القتال من لعيبه النادي الاهلي والروح الفدائيه. الحقيقه عبد الله عبد السلام نزل من تحت الشبكه وراح استقبل الكره ورجعها تاني نص ملعب النادي الاهلي. في روح قتاليه في الملعب يا كابتن وفي طبعا الناس. احنا في اخر الشوط النادي الاهلي في اخر الشوط لا ما بيبقى اللعب بطريقه حماسيه وكبيره جدا زي ما احنا شفنا الروح بتاعت عبد الله ان هو يجري لغايه ترابيزه الحكام ويجيب الكوره ويرجعها لكن نادي الزمالك استغل النقطه دي نقطه نادي الاهلي وتنتهي احداث الفتره الاولى بفوز النادي الاهلي 25-23 في شوط. الحقيقه النادي الاهلي استطاع انه يتقدم فيه منذ البدايه الى النهايه زي ما حضراتكم شايفين بيحصل تغيير لمقاعد البدلاء او مقاعد الفرقتين واستعداد لانطلاق الشوط الثالث. بتهيألي يا كابتن بدايه جيده. اه طبعا يعني انا كنت اتوقع ان الماتش يبقى اسهل من كده شويه. لا نادي الزمالك ندي جامد قوي جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب بكامل نجومه وشفنا حسام يوسف كان فعلا بيعزف سيمفونيه جميله جدا مع اللعيبه بتاعته. يمكن محمد عادل من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي النهارده فايق وصاحي قدر يضرب اكتر من كوره وخلصها دي حاجه كويسه جدا. وطبعا احمد سعيد ارسالاته القويه جدا واستقباله للمكان مميز والضرب العالي من مركز 4 ومن مركز 6 شفنا ضرب كوره صحيح. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثانيه ما تروحوش بعيد. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وعوده جديده للقاء القمه الاهلي والزمالك وتقدم اهلاوي 1-0 في الاشواط 25-23. النادي الاهلي بياخد خطوه لحسم اللقاء ولكن زي ما حضراتكم عارفين الكره الطائره يعني لعبه يعني التقلبات ممكن تبقى كسبان 2 ويتعوض ويحصل كامباك ولكن نتمنى النادي الاهلي يمشي بوتيره واحده. النادي الاهلي نزل تشكيله لارض الملعب يمكن التشكيل دلوقتي زي ما انا شايف سعودي ودولا عندنا لوجي في ارض الملعب احمد صلاح وحسام يوسف ووندر اللاعب المحترف صح كده يا كابتن مظبوط يمكن هو ده التشكيل ولكن هنا احمد صلاح في الملعب مش كده يا كابتن ولا انا غلطان؟ طبعا زي ما احنا شايفين احمد صلاح نفس التشكيل الجيم الاولاني يمكن بس هو طلع عبد الحليم عيبه ومنزل عبد الرحمن سعودي نعم في مركز 3 انما التشكيل في الفرقتين زي ما احنا شايفين هم نفس الفرقتين اللي بدوا احداث الشوط الاولاني دلوقتي السيرف هيبقى مع نادي الزمالك على ايدينا الشمال واحنا في المقصوره. الجيم الاولاني كان النادي الاهلي فارض سيطرته من اول الشوط لغايه اخر الشوط يمكن نادي الزمالك حاول يقرب شويه لكن طبعا خبرات النادي الاهلي الكبيره وخبرات حسام يوسف واحمد صلاح ومحمد عادل قدرت تحسم الشوط لغايه النهايه ودلوقتي هنشوف اتمنى ان احنا نشوف شوط قوي. الاهلي السعودي خرج ونزل ويندر دلوقتي الليبرو ده التشكيل الاساسي دلوقتي او التشكيل اللي متواجد في ارض الملعب ويندر متواجد تشكيل يعني كده خلاص كده بتهيألي يعني عندنا دول على الشبكه عندنا حسام يوسف مكمل عندنا احمد سعيد لويجي احمد صلاح تشكيل قوي تشكيل هجومي. اه طبعا احنا دايما النادي الاهلي بيلعب فولي هجومي
ما بنعتمدش كتير جدا على الدفاع، لا احنا لازم بنطلع الكوره، الكوره لازم تكون خلصانه زي ما احنا شايفين التشكيل الامامي عندنا. عندنا محمد عادل الجيم الاولاني ضارب اربع كور او خمس كور كلهم خلصانين، وكذلك احمد سعيد. الارسال دلوقتي مع نادي الزمالك كابتن رقم 6 من نادي الزمالك على الارسال، محمد مهدي على السيرف بيلعب ارسال قوي جدا في الشبكه، لكن في الشبكه الحمد لله تقدم اهلاوي. البدايه اهلاويه والبدايه جداً مهمه جدا يا كابتن. اه طبعا بدايه الشوط ده هي اللي بتريحك، بعد كده النقطه الاولانيه بتفرق جدا مع اللعيب. 1-0 دلوقتي يا كابتن للنادي الاهلي، والارسال مع حسام يوسف. الارسال مع حسام يوسف بيلعب ارسال من مركز واحد، ارسال مع الوزن، ارسالاته قويه جدا حسام، اتمنى يلعب ارسال قوي زي الجيم الاولاني. بيحط الكوره يا ولد، كوره سهله جميل جدا، استقبال من نادي الزمالك مرفوعه في مركز واحد، الكوره جايه لنا سهله، هنبدا نشوط. احمد سعيد بيلعب يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد سعيد، جميله جدا جدا. لا بص مش كلها عافيه يعني، مش طبعاً ضرب على طول ضرب، لا هنا بنتكلم بالمخ، لمس تاتش بلوك عشان يحط الكره اللي طالع قدامه بلوك ثلاثي. هو احمد سعيد دلوقتي الماتش بيلعب ماتش فعلا بمزاج، بيطلع كل الفنيات اللي عنده، اذا كان في الاستقبال او في اذا كان التصرف في الكوره، بيحط الكوره بشكل جميل جدا. ارسال جيد كمان حسام يوسف يا ولد، صائد واحمد بترفع لاحمد صلاح، برضه احمد صلاح بيحط كوره صعبه جدا وهتعدي لنا، الكوره سهله، الكوره بتطلع سهله من الليبرو وهتترفع لاحمد صلاح تاني، بيضرب كوره قويه جدا يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا صلاح، قاتله ما لهاش ولا ديفنس ولا بلوك. يعني النهارده حسام يوسف الحقيقه بيأدي دور كبير، والجميل ان احنا شايفين مسانده من عبد الله عبد السلام نجم الفريق واسطورته لحسام يوسف على الاداء اللي بيأديه، وهو ده النادي الاهلي يا كابتن. اه طبعا لو خدنا بالنا يا كابتن هيثم، الشوط الاولاني حسام يوسف في اول الشوط كان بيرفع لمحمد عادل كتير. نعم. دلوقتي البلوك بتاع الزمالك وفضل واقف مستني محمد عادل على اساس ان حسام هيرفع برده سريع كتير، انما حسام رفع كوره لاحمد سعيد وكوره لاحمد صلاح، والبلوك بيتحرك سنجل بلوك، فعارفين نتصرف فيها ونتحرك. تقدم اهلاوي يا كابتن حسام. واعزائي المشاهدين 3-0 في الشوط الثاني، والنادي الاهلي يعني بياخد خطواته في الشوط الثاني، ان شاء الله يا رب توصل بنتيجه احسن من الشوط الاول ونحسمه بدون شد اعصاب. سيرف لحسام يوسف بيلعبه سيرف موجه يا كابتن، برضه سيرف صائت في قلب الملعب، استقبال ضعيف من نادي الزمالك وحائط صد ثلاثي، لكن الكره بتاخد ايد حائط الصد وترجع وتطلع بره، والنقطه بتتنقل لنادي الزمالك، تصبح النتيجه 3-1، والارسال مع نادي الزمالك مع رقم 3 اشرف اللقيب المعد. نعم بيلعب ارسال مع فلوتر من نص الملعب، ارسال موجه، ارسال سهل على احمد سعيد، استقبال احمد صلاح مركز اربعه، بيحط الكوره لكن ما توصلش للبلوك، نقطه الكوره في الشبكه من احمد صلاح، وتبقى النتيجه 3 نادي الاهلي 2 نادي الزمالك. محتاجين نركز، محتاجين نرجع للجيم، يمكن الكره الطائره زي ما قلت لحضراتكم يعني لعبه زي كره السله غداره شويه، انت ممكن تبقى متفوق وتخسر هذا التفوق، ولكن ببعض التركيز ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تستطيع بخبراتهم تعود الى المباراه. سيرف جديد لنادي الزمالك، ارسال برضه على مركز 6، استقبال كويس، الكره بتطلع للويجي من مركز 6 من غير بلوك، بيضرب يا ولد يا ولد يا ولد جدا كوره جميله من الخط الخلفي، القادمون من الخلف يا كابتن، الخط الخلفي عند النادي الاهلي اذا كان لويجي او اذا كان احمد سعيد، ده قوه ضربه كبيره جدا في النادي الاهلي. شفنا احمد سعيد الجيم الاولاني، شفنا لويجي الجيم الثاني، ده بيقول ان النادي الاهلي لعيبه مركز 4 فيه لعيبه مميزه جدا بتعرف تضرب من كل الاماكن. ارسال مع احمد سعيد بيلعبه مع الواد، ارسال قوي جدا لكن خارج الملعب، ونقطه نادي الزمالك لتصبح النتيجه 4-3. محتاجين نركز اكتر زي ما قلت لحضراتكم، السيرف بدون مخاطره بيبقى بيفقد قوته، فوارد جدا وعادي ان انت تفقد سيرف او اثنين في المقابل انت ضاغط الفريق الناحيه الثانيه. اه طبعا طول ما احنا في اول الشوط كنت مهاجم لازم تلعب ارسال قوي جدا علشان تسهل الكره على تسهل على البلوك بتاعك زي ما الزمالك دلوقتي عمل. ضرب من احمد سعيد من المنطقه الخلفيه بلوك ثلاثي بيرد في نص الملعب في النادي الاهلي، طبعا خلى البلوك يتحرك بشكل 4-4 يا كابتن، 4-4 الان، والارسال مع نادي الزمالك رقم 11 يوسف، ارسال موجه في الشبكه، في الشبكه، يبقى دلوقتي زي ما قلنا يا كابتن وارد جدا الشبكه تحط فيها ارسالين ثلاثه تصبح النتيجه تقدم اهلاوي 5-4. يلا يا اولاد محتاجين تركيز، شفنا خروج اهو الليبرو ويندر وتغيير عملها كابتن محمد صلحي، نزل سعودي على الشبكه يا كابتن. اه طبعا الليبرو في المنطقه الخلفيه هو اللي بيلعب دلوقتي، سعودي نزل عشان يوصل المنطقه الاماميه، ارسال محمد عادل، ارسال سريع جدا وقوي، وحائط صد ثنائي للكره سريعه، والكره بتروح في مركز 2، حائط صد ثنائي ثاني، والديفنس بيطلع، والكره بتروح في مركز احمد صلاح. يا ولد يا احمد يا صلاح، يا ولد يا احمد يا صلاح جداً بس خليني اقول لك كابتن حسام ان النقطه دي يمكن تغيير كابتن محمد مصلحي بيده بالبلوك اللي خده سعودي لما نزل، هو اللي اهدى النقطه دي للنادي الاهلي. وكمان انا عايز اقول ان صاحب الفضل في النقطه دي محمد عادل، مطلع ديفنس من مركز واحد
ولا اجمل ولا اروع، وهو ما بيعملش ديفنس في مركز واحد. ما شاء الله، ربنا يكرمنا ونكمل على هذا الاداء. ارسال من محمد عادل دوله، ارسال محمد عادل تاني بيلعب سيرف خارج الملعب، خارج حدود الملعب. لازم نركز في السيرفات اكتر. النتيجه الان 6-5 تقدم اهلاوي، والسير ببطء ان شاء الله يعني يكون نصيبنا الفوز. ولكن حتى الان الحمد لله فرقتنا يعني ماشيه بشكل جيد يا كابتن، سواء في الاستقبال او الهجوم، نتمنى ان احنا نستمر على ذلك. الارسال مع نادي الزمالك رقم 15، ارسال محمد مجدي الجون، ارسالاته طبعا قويه جدا في المباراه ومميزه. هنشوف دلوقتي بيلعب ارسال من مركز 5 على مركز 6، استقبال جميل، الكره بترفع في مركز 4 لويجي، لكن الكره ما تلمسش حائط الصد وتطلع بره حدود الملعب. نقطه لنادي الزمالك، التعادل في الشوط الثاني 6-6، وتقدم في الاشواط للنادي الاهلي 1-0. والارسال مع نادي الزمالك، محمد مجدي تاني مره ثانيه على السيرف، بيلعب ارسال على مركز 6، اكيد هيحاول يلعب على احمد سعيد. استقبال من وندر، استقبال كويس، الكره لاحمد صلاح في مركز 2، بيضرب الكره على الخط، الديفنس بيطلع، والكره بترجع تاني في مركز 4. هتعدلنا سهله، والكره سهله، حسام يوسف بيرفع كره سريعه، لعب سريع يا ولد يا ولد يا سعود، كره سريعه لسعود، يا ولد يا ولد يا ولد يا ابني، بس حائط صد. اه طبعا ازاي، انا طلعت لقيت حائط صد ثلاثي، مش عيب ابدا ان انا احط الكوره ورا حائط الصد. ده بيبين الرؤيه بتاعت اللعيب، ان هو شايف الكوره وشايف حائط الصد بيعرف يتصرف فيها. ده بيدل ان اللعيب اللي بيلعب الكوره لعيب كبير جدا، وشايف وفاهم هو بيعمل ايه. الارسال مع الاسطوره احمد صلاح، ان شاء الله يبقى ارسال قوي نقدر بيه نعزز تقدمنا في هذا الشوط. ارسال قوي جدا من احمد صلاح مركز 5، الكوره بتتضرب من مركز 2، لكن بتلمس نقطه لنادي الزمالك، والتعادل الثاني 7-7. والارسال مع نادي الزمالك مع سيف حسن عادل. يمكن الكره اللي فاتت اتزحلق فيها يا كابتن، الكره اللي فاتت اتزحلق فيها، يعني الكره لمست يعني احمد سعيد وهو بيضرب الكره، الكره لمست يعني ارضيه الملعب، يعني كان قريب جدا ان هو يطلعها بشكل كويس. ارسال قوي جدا، الكره بتعدي نادي الزمالك سهله، بيضرب بيطلع الكره، وكره بليز جميله من التقدم الاول لنادي الزمالك 8-7. محتاجين نرجع للجيم، لسه بدري ان شاء الله، محتاجين نركز في البلوكات، محتاجين نركز اكتر في السيرفات، ولكن العودة ليست مستحيلة. تقدم واحد في نقطة واحدة لنادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي قادر بالخبرات اللي في الملعب انه يعود مرة اخرى. زي ما قلنا كابتن هيثم، الارسال سلاح قوي جدا في الكرة الطايرة، ارسالات الزمالك فعلا مميزة في الشوط دوت. بيلعب سيرف تاني سيف حسن عابد، ارسال قوي جدا لكن بره حدود الملعب. نقطة لنادي الاهلي، التعادل الثالث النهاردة في الشوط الثاني، لتصبح النتيجه 8-8. نادي الاهلي السيرف اهلاوي على السيرف لاعبنا المحترف الايطالي لوجي. زي ما حضراتكم شايفين 8-8، تالي السيرف ده مهم قوي يا كابتن، مهم جدا، لان الاستقبال الناحيه الثانيه محتاجين نرجع تاني ناخد الرؤيه. اه طبعا، يعني ارسال زي ما بنقول للسيرف حاجه مهمه جدا في الكره الطايره. ارسال كويس جدا، استقبال مش كويس من نادي الزمالك، والكوره عندنا بنطلع كوره كفينس، والكوره بتروح على احمد سعيد بحائط صد ثنائي تاخد من احمد سعيد. بتعود النتيجه ثاني 9-8 لنادي الزمالك. يمكن الشوط ده شايف نديه اكتر من الشوط الاول. الارسال مع نادي الزمالك بتقدم نقطه واحده 9-8، والارسال مع رقم 22 في نادي الزمالك. الارسال مع لعبه دلوقتي محمد مصطفى، بيلعب ارسال مع الوزن محمد مصطفى من لعيبه مركز 4 ولعيبه منتخب مصر الاساسي. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد الاستقبال ده. بيلعب ارسال مع الوزن كوره خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. التعادل الرابع في الشوط الثاني 9-9. يلا يا اولاد محتاجين نركز، السيرفات مهمه جدا يا كابتن، الضغط على المنافس بدون فقد السيرف دي حاجه مهمه جدا. اه طبعا، الارسال يعني زي ما بنقول ارسال مهم في الكره الطايره، هو يا يكسبك يا يخسرك. دلوقتي سعودي على الارسال من مركز 5، بيلعب ارسال مع الوزن، ارسال كويس، الكره بترفع في مركز 2 جوه حدود الملعب، وتقدم تاني لنادي الزمالك 10-9 تقدم نادي الزمالك. والارسال الان مع نادي الزمالك، ورقم 6 من نادي الزمالك على الارسال، رقم 6 محمد مجدي لعيب مركز 3، بيلعب ارسال من مركز 1 زي سبايك. زي ما احنا شايفين لعيبه نادي الزمالك السناتر بيلعبوا ارسالات كويسه جدا، اذا كان محمد مجدي او المهدي خارج الملعب، خارج حدود الملعب، خارج الملعب. محمد مجدي بنشكرك جدا، خارج الملعب. والتعادل الخامس 10-10، والارسال مع حسام يوسف من النادي الاهلي. يلا يا اولاد محتاجين نركز في الارسال والاستقبال،
نركز في نقطتين بس ناخد الرياده كده. يمكن الشوط الثاني ده من الاشواط الصعبه، الفرقه ماشيه نقطه بنقطه. الفرقه اللي هتطلع ديفنس وهتطلع كوره كونتر وتعرف تخلصها هي الفرقه اللي هتقدر تامن الشوط. دلوقتي ارسال كويس من حسام، كرة تترفع في مركز اثنين لكن تاخد ايد حضرتك تصد وتطلع بره. لوكس الثنائي من احمد سعيد ومحمد عادل ولكن خارج الملعب. تقدم مره اخرى نادي الزمالك 11 10 والارسال مع نادي الزمالك. على السيرف دلوقتي المعد الفريق اشرف اللقاني بيلعب ارسال من مركز 6 على مركز 1. استقبال مميز وعادل بيضرب كره سريعه من نص الملعب وكوره الديفنس الزمالك بيطلعها وهتعدلنا سهله لكن بتاخد اتحاد الصد وتطلع بره او الثالث. تقدم نقطتين لنادي الزمالك 12 10. يلا يا اولاد محتاجين نركز في الاستقبال اكتر، مفيش مشكله خالص، لسه احنا في منتصف الشوط الثاني نستطيع ان احنا نعمل كامباك عادي جدا. ولكن احنا النهارده في نقطتين من البلوك، البلوك بيطلع كويس وبيصد ولكن بتنزل خارج الملعب، محتاجين نبقى قافلين كف ايدينا كده، نقفل كف ايدينا جوه الملعب شويه كوره لان الكوره بتطلع بره حدود الملعب مفيش يعني سنتيمترات يعني ايدينا معديه والبلوك الكوره بتيجي فيها ولكن ريست الايد بس. استقبال من لويجي يا كابتن، رفع من حسام يوسف وضرب من احمد سعيد بيضرب الكوره والديفنس الزمالك بيطلعها والكوره بترفع تاني في مركز اثنين. استقبال جيد واحمد صلاح من مركز 4 بيضرب الكوره في حائط التصدي ومطلعها كفر والكوره بتعدي المركز لنادي الزمالك لكن خارج الملعب. خارج الملعب تقدم نادي الزمالك 13 10 13 10. يمكن كان في جود هاسل، يمكن كابتن محمد مصالح الميدو اكيد هيطلب تايم اوت في هذه الاثناء اتوقع كده، يمكن النقطه اللي جايه يعني لو ما توفقناش فيها ممكن يطلب تايم اوت. كابتن فعلا صحيح فعلا صحيح كابتن صحيح. محمد مصالحي كابتن تجريد الحكم تجريد خطاب الحكم الثاني اشارت باشاره التايم اوت ناحيه كابتن محمد مصالح الميدو. لازم يا كابتن المدير الفني بيبقى يعني شايف عايز يوقف الزحمه، يوقف الزحمه، فالتايم اوت ده بيبقى لحظه يعني التقاط الانفاس الخروج من الحاله اللي انت فيها. اه طبعا يعني هو دلوقتي بنشوف ان في سيرف عند سيرف من اللعيبه بيبقى ماشي شويه، لازم اوقف لعيبتي، لازم يبصوا على الملعب، يطلعوا بره الملعب ويخشوا تاني. الحاجات ديت كلها هتخلي اللي بيلعب ارسال يعدي السيرف بشكل سهل، بيدي فرصه كبيره للهجوم بتاعنا ان هو يعمل هجوم بشكل مميز زي ما بيحصل زي ما حصل في الجيم الاولاني برده مرتين. كابتن محمد مصالح يطلب تايم اوت في وقت صح جدا، وقت مميز جدا بيخلي لعيبه الزمالك يضيع السيرف بعد التايم اوت. السيرف بتاع نادي الزمالك اشرف اللقاني هيسيرف هيلعبه يعني بعد التايم اوت. محتاجين الاستقبال ده جيد، استقبال جيد بس الاستقبال، واحنا عندنا ثقه في المدفعجيه بتوع النادي الاهلي طبعا اكيد هيكون لهم راي تاني لو الاستقبال جيد. استقبال جيد من النادي الاهلي، الكره بتترفع لعادل بيضرب، هو ده الكلام يا كابتن، هو ده الكلام، سريع الاستقبال جدا، الاستقبال سهل، الرفع مريح، نقطه مباشره باللعب السريع، هو ده الكلام الاستقبال لك. اه طبعا يعني احنا عارفين ان استقبال النادي الاهلي استقبال مميز جدا وخصوصا ان احنا عندنا لعيبه مركز ثلاثه في النادي الاهلي بتضرب من اي مكان زي ما احنا شفنا كل الضرب السريع بتاعنا بنسبه كبيره خلصانه. هيرجع السيرف عندنا احمد سعيد بيلعب ارسال مع الوزن، بيلعب ارسال صائد، استقبال من نادي الزمالك والكره بترفع مركز 6 اللعب بيضرب نقطه نادي الزمالك لتصبح النتيجه 14 11 نادي الزمالك وينتقل السيرف مره اخرى نادي الزمالك مع اللاعب رقم 11 احمد يوسف عفيفي. يلا يا اولاد الاستقبال كويس، شايفين لوجي بيوجه نفسه، احمد يوسف بيلعب ارسال مع الوزن موجه، بيلعب سيرف في مركز 6، استقبال طالع كويس وعادل مره كمان بيضرب كوره. ايوه يا عادل سريعه جدا 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 ما لهاش ولا بلوك ولا تفل. نعم الباصه حلوه يا كابتن، الباصه طلعته فاضي، الباصه طلعت عادل فاضي، شاف الملعب فاضي، حط في الحته اللي ما فيهاش دفاع. يا كابتن هيثم هو ضارب الكوره من ورا المعد معد النادي الاهلي. نعم يعني هو ضارب الكوره من غير بلوك تقريبا عادل يعني سيرف وحسام مطلعه بشكل مميز جدا. بلوك بلوك يا اولاد، استقبال كويس من عادل، معلش عادل الكوره بتنزل بتكون سريعه جدا. تقدم مره اخرى لنادي الزمالك ونقطه 15 12 والسيرف مع نادي الزمالك مع رقم 6 محمد مجدي الجون رقم 15. يمكن البلوك طلع برده يا كابتن متاخر، البلوك طلع متاخر شويه. معلش عندنا وقت نعوض ان شاء الله ولكن محتاجين الاستقبال استقبال استقبال استقبال. دلوقتي هيتلعب ارسال في لوتر محمد مجدي بيلعب سيرف قوي جدا، احمد سعيد بيطلع الكوره استقبال كويس، الكوره بترفع من لويجي في مركز 4 بيضرب في ايد حاج الصد ونلمها مره ثانيه بترفع في احمد سعيد في مركز 6 والكوره بتعدي سهله او بترفع في مركز 2 وفي
نقطه نادي الزمالك في ايد البلوك وعلى حق وعلى خارج الملعب على الملعب. نادي الزمالك بيتقدم 16-12. يلا يا اولاد يلا يا اولاد محتاجين نرجع للجيم نصحى شويه ونفوق شويه ونطلع الكوره ونخلص الكوره كوره كده بتترفع ما بتخلص. كابتن احنا عندنا يعني واضح ان في مشكله في البلوك يا كابتن, يعني البلوك ما فيش تفاهم مع اطراف البلوك الثلاثيه. يمكن انا شايف محتاجين تركيز سنه في البلوك, كل الامور ماشيه كويس استقبال, ولكن البلوك لو ظبط هيبقى لينا شأن تاني. كوره سيرف خارج الملعب ليصحح النادي الاهلي النتيجه لتصبح 16 نادي الزمالك 13 نادي الاهلي. وهنا في تغيير, هنا في تغيير تاني زي الجيم الاولاني, بيطلع احمد صلاح وينزل عبد الله عبد السلام في المنطقه الخلفيه على الارسال, وهيطلع دلوقتي كمان حسام يوسف وينزل عصران في مركز اربعه امامي, عشان كده برضو عشان نفضل نهاجم بثلاث لعيبه على اثنين لعيبه زي ما احنا شايفين. عبد الله على الارسال, ارسال عبد الله بقى, عايزين عبد الله محتاجين نقطه او نقطتين دلوقتي في الوقت ده في نص الشوط. عبد الله بيلعب ارسال مع الوزن, يحط سيرف يعدي الناحيه الثانيه وكوره سريعه بنطلعها ديفنس وهتترفع تاني في مركز اربعه. لعب بيضرب الكوره يا ولد يا ايوه يا كابتن. البلوك البلوك كلمه السر النهارده. عبد الرحمن سعودي بياخد بلوك جميل جدا جدا, هو عصران اللي لسه نازل قفل الدنيا كلها على لعبه, ما عرفش يتصرف غير ان هو يحط الكوره في ايد البلوك. بص يا كابتن رست الايد, بص الايد, بص رست الايد يا كابتن, مقلوب لجوه الكوره ملهاش 100 100 100 100. هو ده البلوك اللي احنا عايزينه, يا رب نكمل بلوكاتنا كده. يلا يا عبد الله بيلعب سيرف سبايك قوي جدا, استقبال متوسط, الكره بترفع في مركز اثنين, الكوره بتضرب في اخر, معلش محتاجين البلوك تاني نركز ما نفقدش تركيزنا. قربنا نقطه, نقطه هتجيب نقطه ان شاء الله. 17 نادي الزمالك 14 نادي الاهلي. يلا يا اولاد يلا يا اولاد البلوك. ارسال من نادي الزمالك, ارسال سيف حسن عابد دلوقتي بيلعب ارسال من مركز واحد, ارسالاته قويه جدا, مطلع الكوره ديت ومخلصها على طول, ما يلعبش الارسالين ورا بعض, بيلعب سيرف قوي جدا زي ما لسه بقول. عبد الله بيعدي الناحيه الثانيه بيجيب كوره لكن بيعدي نقطه بالارسال قوي نادي الزمالك. النتيجه الان 18-14. نركز يا جماعه نركز, ما فيش مشكله ان شاء الله نقدر نعود للجيم مره اخرى. هو ارسال قوي يا كابتن, والاستقبال يعني كان كويس بس الارسال قوي جدا. ارسال قوي يعني انا احنا لسه بنقول ان الارسال سلاح هجوم للفرق, الفرق اللي عندها ارسال قوي جدا بتقدر تلعب بشكل احسن. سيف تاني على الارسال, بيلعب ارسالاته قويه, بيرفع الكوره وبيشوط كوره سريعه برده استقبال, الكوره بترفع مركز اربعه, عصران بيضرب الكوره. نقطه للنادي الاهلي, نقطه للنادي الاهلي, حائط الصد وعلى بره, مصحح النتيجه 18-15. و يمكن معانا الارسال دلوقتي هيكون لويجي على الارسال. لويجي على الارسال, محتاجين تركيز بقى في مركز اربعه, ارسالين بس قويين. اه طبعا احنا دلوقتي عندنا قوه هجوميه كبيره جدا, عصران على الشبكه, سعودي على الشبكه, فاتمنى ان احنا ناخد بلوك بشكل كويس. وعندنا احمد سعيد في الكونتر, طبعا اي كوره ان شاء الله هنخلصها, محتاجين نلعب سيرف قوي جدا عشان الكوره تجي لنا كونتر. سيرف فعلا قوي, استقبال كويس من نادي الزمالك, كره بترفع للعبه من فوق جدا, بيضرب الكوره في قلب الملعب. نادي الزمالك نقطه لتصبح النتيجه 19-15. لسه البلوك ما ظبطش, لسه البلوك محتاجين يعني البلوك يكون يعني حائط بمعنى الكلمه, ان شاء الله تتظبط واحده واحده. اكيد كابتن محمد مصلح هيكون ليه قرار او ليه راي, يعني شايفين البلوك طالع مش متناغم مع بعض, كابتن سعودي جاي متاخر شويه, احمد سعيد البلوك طالع بدري شويه, اتحطت الكره من وسطه. اه بالظبط, دلوقتي هيطلع هيرجع لعب على الارسال, بيلعب ارسالات قويه برضو, لعبه سبايك لكن في تايم اوت بيطلبه كابتن محمد مصلح. ده التايم اوت الثاني يا كابتن. اه التايم الاوت الثاني يمكن طبعا. كابتن حسام احنا يعني محتاجين, يعني انا شايف ان الموضوع يعني هي البلوك, البلوك لو تم ظبطه بنسبه كبيره قدرنا خدنا بلوكين ثلاثه يعني هنرجع للجيم. يعني انا شايف برضو ان الشوط الاولاني احنا كنا بنلعب ارسالات بريسك عالي شويه, الجيم دوت احنا بنحاول نامن السيرف او نلعب سيرف بشكل تكتيكي, بسبب دوت احنا البلوك عندنا مش ظابط, انما لما بنضغط جامد جدا بالسيرف اذا كان سيرف احمد سعيد قوي او اذا كان احمد صلاح قوي سيرف قوي, الاستقبال هناك ضعيف, الاستقبال هناك بيبقى ضعيف, فالبلوك عندنا بيقدر يتحرك مع بعض نقدر ناخد بلوك. تحليل مظبوط يا كابتن, الاستقبال هو بدايه الضغط. ارسال دلوقتي مع لعبه بيلعب ارسال قوي في الشبكه, تصبح النتيجه 16 نادي الاهلي 19 نادي الزمالك, والارسال مع السعودي على سعودي على الارسال, وبينزل دوله على الشبكه في مركز اربعه. اتمنى ان نلاقي سيرف موجه بشكل مميز نقدر نتحرك مع البلوك ونقدر ناخدها ونقلل الفارق شويه. يلا سعودي, سعودي على الارسال, استقبال لنادي الزمالك, الكره بترفع في مركز واحد بره الملعب, بره الملعب, ونقطه للنادي الاهلي. خلاص يا كابتن هاني 19-17, محتاجين نركز,
سيرف كان جيد من سعود، يمكن ده اللي سهل المهمه كده. اه طبعا السيرف يعني خلى اكبر البصير ان هو يرفع الكره في مركز واحد، لان هو مش طالع مستريح، لقى عادل قدامه طالع كويس جدا مع احمد سعيد. تايم اوت، تايم اوت لنادي الزمالك، بيطلبه كابتن شريف الشمرلي عشان يوقف او يوقف الزحم، الزحف الاهلاوي للعوده في المباراه. النتيجه دلوقتي 19-17، وزي ما حضراتكم شايفين بالتوجيهات يعني كابتن محمد مصالح ميدو، وبتهيألي كابتن عبد الله عبد السلام اتحط في موقف زي دي كتير، يقدر يقود الفرقه بشكل جيد ان احنا نعود تاني للمباراه، وان احنا نقدر يعني نمسك او نكلبش بلغه الفولي بول في الملعب. اه طبعا عبد الله من اللعيبه الكبار جدا في النادي الاهلي، وهو كابتن الفريق. الموقف دي عدت عليه كتير جدا، اذا كان هنا في مصر او مع منتخب مصر او مع ايطاليا، تريفيزو لما احترف في ايطاليا، الحاجات دي كلها خبرات بالنسبه له، هو بيقدر ينقلها للعيبه بتاعته. زي ما احنا شفنا كان فرق 4 نقط بقى فرق نقطتين، احنا معانا الاستاد، دي مهمه جدا النهارده، كويس وجوك كويس، هنلاقي الجيم قفل ونقدر نخش في الشوط مره تانية. زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، ان الثلاث نقط واربع نقط في الكره الطايره مش كتير، ممكن الفرقه تفقدهم في ثواني. ده اللي حصل دلوقتي، كان فرق 3 نقط و4 نقط لنادي الزمالك، قدرنا ناخد نقطه في الثانيه، فالسكور قرب. دلوقتي هنشوف سعودي هيعمل ايه على السيرف، هيلعب ارسال موجه ونبدا ناخد بعد كده كونتر اتاك او ناخد بلوك. يلا يا سعود. ارسال موجه من سعودي، لعبه استقبال، الكره بتروح المركز 4 لاحمد يوسف، الكره بتطلع ديفنس، عبد الله يرفع الكره لاحمد سعيد، هيضرب احمد سعيد بيمشي ايده، والكره جميله بيحطها فوق، والكره تاني يا مسهل نادي الزمالك، واحمد سعيد يا ولد يا ولد سريعه هدي، وعبد الله هيرفع الكوره، احمد سعيد مره كمان بيضرب الكوره في ايده يا ولد يا ولد، نقطه نقطه جميله، نقطه جميله للنادي الاهلي على بره، زي ما احنا شايفين كده روح النادي الاهلي عاليه جدا في اخر الشوط. هي دي الروح يا رجاله، ده اللي احنا بنقوله، عبد الله بيقدر ينقل الروح ديت لعيبه النادي الاهلي. شفنا شايف عدوله بلوك عادل بيطلع الكوره ازاي، احمد سعيد بيضرب كوره من نص الملعب مش من مكانه، والكوره بتعدي تاني، احمد سعيد بيرجع بسرعه مره ثانيه وبيضرب الكوره من مركز 4، كوره جميله جدا طبعا، ويقرب نقطه كمان من نادي الزمالك، 19 نادي زمالك 18 نادي الاهلي، والسيرف مساله اهلا سعودي. يلا يا سعودي، محتاجين نفس التركيز، ما نفقدش تركيزنا، محتاجين 5-6 نقاط ورا بعض عشان ننهي هذا الشوط يا كابتن. ارسال دلوقتي مع سعودي برضو زي ما احنا شايفين بيلعب ارسال على مركز واحد، هيحصل تغيير دلوقتي في نادي الزمالك بنزول رشاد شبل، هنعرف رشاد شبل نزل مكان مين. رشاد شبل نزل مكان محمد مجدي، مع محمد المهدي، يمكن التغيير ده الهدف منه الاستقبال يا كابتن، هو عايز يعلي الاستقبال شويه عشان يقدر يرجع للمباراه. رشاد شبل طبعا ده لعيب مركز 3 دريب واستقبال عنده الاثنين، بيضرب كويس جدا من نص الملعب، استقبال من لعبه، الكره بتروح في مركز 4 بلوك يا ولد يا ولد يا دوله، عصران بياخد كوره، يا عيني عليك يا عصران، يا عيني عليك، بلوك ولا اروع في وقت جميل جدا، وقت مهم جدا. بص يا كابتن تاني، بص يا كابتن، بلوك ريست الايد بحطها دنك زي الباسكت بالظبط، طلع استناه يحط الكوره في ايديه وراح قافل ريست ايده على قلب الملعب، حط الكوره قبل ما هو ينزل تحتيه، والنادي الاهلي دخل تاني في الجيم 19-19. يلا سعودي زي ما انت ماشي، سيرف وبلوكات يا كابتن، زي ما احنا شايفين السيرف كويس، هتلاقي البلوك بيتحرك زي ما احنا قلنا. ارسال تاني من سعودي، بيلعب ارسال في مركز واحد ما غيروش، الكره بتروح في مركز واحد، استقبال والفينكس بيطلع، وعادل بيرفع الكره لاحمد سعيد بيضرب الكره في ايد البلوك، يعني الرفعه جت في ظهر احمد سعيد عشان كده ما قدرش يضرب بكل عزم ما فيه، معلش كويس. احنا هنا يا كابتن بنتكلم في 5 نقاط أو 4 نقاط ورا بعض، ما عندناش ازمه، يعني اللي رفع الكره دي محمد عادل زي ما احنا شايفين رفعها بظهره ووقع لان الكره كانت قصيره عليه، واحمد سعيد حاول يتصرف في الكره، لكن مش الكره وارد سريعه جدا على عادل انه مره كمان. فرق نقطه 20 الزمالك 19 النادي الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك، ارسال مع رشاد شبل اللي لسه نازل دلوقتي، وفي تغيير تاني من نادي الزمالك، بيطلع اشرف اللقاني وينزل زياد محمد المعد البديل، رشاد شبل بيلعب ارسال من مركز 5، ارسال رشاد، يلا يا اولاد يلا يا اولاد، ارسال من 5-5، استقبال من لويجي، ارسال كويس، وعصران بيضرب في ايه بلوك بالنادي الزمالك، لا محتاجين نصحى شويه مش عايزين السكور يبعد مننا واحنا في اخر الشوط. النتيجه دلوقتي 21 نادي الزمالك 19، محتاجين تركيز، محتاجين، مفيش مشكله، كنا 4 و5 نقاط واستطعنا ان احنا نعود 4 نقاط.
وصلاحنا نعود مره اخرى لتركيز تاني. عصران يمكن لعب الكره في البلوك نزلت في نص ملعبنا، نركز في الجيم تاني يا اولاد مفيش مشكله. رشاد شبل نقاط وهتسجل نقاط ورشاد شبل على تاني على الارسال. طبعا احنا عارفين هيلعب زيرف على مركز خمسه، هنشوف دلوقتي لازم يكون في حلول دلوقتي عند عبد الله ان هو يخلص الكره دي من اول مره دلوقتي عشان نفضل موجودين في الجيم، الجيم ما يبعدش من عننا. رشاد بيلعب ارسال، استقبال من لويجي، هتترفع لاحمد سعيد بيضرب في ايد البلوك وتتلم مره ثانيه، بيدور على عصران بيضرب الكره يا ولد جداً يا ولد الملعب. يا ولد يا عبد الله عبد السلام واحمد عصران كوره جميله جدا يا ولد يا ولد يا كابتن. انا عايز اقول لك ان الكره واستقبالها من الاول حلو، الكره شكلها حلو يعني 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 لويجي استقبلها مع عبد الله عبد السلام رفع لعصران، يعني الكره بتبقى شكلها فيها فيها ايقاع، فيها ايقاع جميل جدا حلو. الكره فيها ايقاع، ودلوقتي عصران رجع الارسال 21 نادي الزمالك 20 نادي الاهلي. يلا عصران يلا عصران محتاجين سيرف جيد، بيلعب سيرف مع الوزن من مركز واحد، ارسالاته قويه. عصران بيلعب سيرف لكن معلش في الشبكه معلش 22 نادي الزمالك 20 النادي الاهلي محتاجين نركز. مفيش مشكله استقبلنا بس الكره اللي جايه، يعني كانت نقطه مهمه ولكن يعني مش اخر المطاف. استقبال جيد، نقدر نعود تاني للمباراه. ارسال من نادي الزمالك ليبرو الفريق، ارسال اشرف اللقاني اللي نزل تاني بيلعب ارسال فلوتر، استقبال الكره تترفع على احمد سعيد بيضرب الكوره يا ولد يا احمد جميله جدا 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 في مركز خمسه، يصحح النتيجه تبقى 22 نادي الزمالك 21 الاهلي. كره حلوه مرفوعه حلو، محطوطه حلوه، محطوطه في مكان يعني جميل جدا طبعا، وصعبه على الديفنس على رضا ما قدرش يتحرك عليها، هو يا دوبك نزل بس الكره بس كانت اسرع منه. واحمد سعيد راجع على الارسال دلوقتي، ونتمنى نشوف ارسال قوي من احمد سعيد يسهل علينا البلوك. وشايفين تشجيع من كابتن عبد الله عبد السلام، وحصل تغيير دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين خروج كابتن ميدو، خرج عبد الله وخرج عصران ونزل احمد صلاح ونزل حسام يوسف، نفس التغيير اللي قبل كده. احمد سعيد على الارسال بيلعب ارسال سائق في مركز ستة، والكره بتترفع في مركز ستة للعبه بيضرب الكره في قلب الملعب. البلوك طلع متاخر يا كابتن، فتح الملعب لنادي الزمالك بقت 23-21. يلا يا اولاد يلا يا اولاد، لسه الجيم في الملعب لسه طبعًا. زي ما احنا عارفين ده فرق نقطتين بس، الكوره يعني الكوره كانت صعبه فعلا على الديفنس طبعا طالع تقريبا من غير بلوك. دلوقتي سيرف احمد يوسف على الارسال، بيلعب ارسال موجه تكتيكي، هيدور طبعا على احمد سعيد عشان يطلعه بره اللعبه كده. خرج احمد سعيد ونزل عبد الرحمن الحسيني، واستقبال جميل يا ولد لويجي بيحط يا ولد قطف من قلب الملعب، الكوره بترفع في مركز اربعه، لعبه بيضرب الكوره في البلوك، لمست الارض. معلش كمل يا اولاد. احمد صلاح بيحط كوره صعبه، هترفع تاني اللعبه وهنطلع ناخد بلوك، الكوره بتتلم من عبد الرحمن الحسيني، ترفع في مركز اثنين احمد صلاح يا ولد يا صلاح. هنا البلوك هنا يا كابتن في نقطه، هنا اللعيبه في النادي الاهلي كانت بتتكلم مع الحكم ان الكره اللي قبل دي لمست ارض الملعب، خلاص كانت نقطه للنادي الاهلي. بس يعني معلش يا كابتن انا شايف النهارده لازم التحكيم يكون على مستوى الناحيه الفنيه، الكره واضحه ان هي لمست ارض الملعب معلش، ولكن احمد صلاح شاور اللعيبه ولويجي شاور اللعيبه انها تخش في الملعب، استطاع احمد صلاح يحطها في البلوك تطلع بره. نتيجه 23 نادي الزمالك 22 نادي الاهلي. احمد صلاح لعيب كبير طبعا، لما لقى الكوره لسه الحكم يعني كمل على الكوره ما رضيش يفقد تركيزه وما رضيش يقف، لا كمل لغايه لما الكوره خلصت، وبعد ما الكوره خلصت راح قال للحكم ان الكوره كانت نزلت ارض الملعب، استقبال وكرة بترفع في مركز اثنين نقطه للنادي الزمالك، بتاخد ايد البلوك وبتنزل. نتيجه 24 22 لا محتاجين النقطتين دول، لازم تركيز جامد جدا عشان نخش ونجيب النقطه ال 24 في هذا الشوط. 24 نادي الزمالك 22 النادي الاهلي. الارسال ارسال مع محمد مجدي لاعب سنتر بلوك بيلعب ارسالات على مركز سته، هنشوف دلوقتي هي محتاجين نطلع استقبال كويس، استقبال من لويجي استقبال ضعيف، الكرة بتترفع في مركز اربعه اللعبه بيضرب في الكوره اوت سايد، لكن الحكم حسبها تاتش بلوك كده نهايه الشوط الثاني والتعادل في الاشواط 1-1. زي ما قلنا لحضراتكم قبل اللقاء الحقيقه هيكون في نديه قويه في هذا في هذه المباراه، نتمنى ان شاء الله الشوط الثالث والرابع يكون من صالح او صالح النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع الفاصل كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. 1-1 في الاشواط ما بين الاهلي والزمالك، لقاء القمه والمباراه تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. شهدت تفوق النادي الاهلي الملحوظ في الشوط الاول، ولكن شهدت عوده من نادي الزمالك في الشوط الثاني. المباراه كما توقع لاستوديو التحليل قبل انطلاق المباراه انها ستكون مباراه يعني فنيا عاليه، والحقيقه زي ما حضراتكم شايفين 1-1 ونرجع للنقطه 0 ونبتدي من جديد الشوط الثالث. وزي ما حضراتكم شايفين فريق النادي الاهلي بيجتمع قبل اللقاء، تشكيل نادي الزمالك نزل في ارض الملعب، يعني كابتن حسام محتاجين بقى من اول الشوط
نمشي بشكل جيد في الاستقبال في السيرفات. الحقيقه الشوط الثاني كنا مش متوفقين قوي في السيرفات يا كابتن حسام. يمكن الشوط الاولاني احنا كانت ارسالاتنا قويه جدا وارسالات الموجهه مميزه، حتى السيرف الموجه اللي كان بيتلعب على لعبه مثلا كان بيبقى سيرف صعب، انما دلوقتي كل ارسالاتنا بتبقى بنحاول نعدي السيرف او نامن السيرف، ده طبعا بيعمل خلل في البلوك، بيخلي البلوك عندنا فعاليته بتقل زي ما شفنا الشوط الثاني غير الشوط الاولاني. في كاملا كنا بنلعب ارسالات قويه جدا، اذا كان احمد سعيد بيلعب ارسال قوي، اذا كان احمد صلاح بيلعب ارسال قوي، واحمد او لويجي برده كان ارسالاته قويه. تشكيله كابتن دلوقتي الليبرو طبعا ويندر في ارض الملعب، عصران، سعودي، لويجي، دولا، عبد الله عبد السلام، واحمد سعيد، ده تشكيل النادي الاهلي اللي موجود دلوقتي في ارض الملعب. يعني الحقيقه تقريبا غالبا كل لعيبه النادي الاهلي شاركت يا كابتن. اه طبعا، يعني كل اللي موجود في السكور النهارده شارك. شفنا دلوقتي الشوط الاولاني بدا حسام يوسف وبدا احمد صلاح، والشوط الثاني بدا حسام يوسف واحمد صلاح، دلوقتي الشوط الثالث بدا عبد الله وبدا عصران. في بدايه الشوط نقدر نقول ان تقريبا اغلب الفرقه شاركت، عبد الرحمن الحسيني نزل اكتر من مره بدل احمد سعيد، في محسن سعودي نزل مكان عبد الحليم عبو، في لسه محسن ما شاركش حتى الان يا كابتن. سعودي نزل، سعودي هو اللي نزل مكان عبد الحليم. بقول محسن ما لعبش، محسن لا لسه ما لعبش طبعا حتى الان. يمكن النادي الاهلي طبعا احنا قلنا في الاستوديو ان عندنا لعيبه كتيره مميزه في كل المراكز، عندنا بديل واحد واثنين وثلاثه، فده ما ياثرش علينا في حاجه، نفس التشكيل نفس الفكر نفس السيستم اللعب ده اللي احنا نشوفه. يمكن نادي الزمالك ما بيعملش تغييرات تقريبا تذكر الا مثلا رشاد شبلي لما نزل في اخر الشوط الثاني. ارسال مع النادي الاهلي كده يا كابتن، ارسال مع النادي الاهلي مع احمد سعيد، ضربه البدايه 0-0، محتاجين نركز. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، عوده الى الجيم مره اخرى، الشوط الثالث 1-1 في الاشواط، توكلنا على الله. ارسال قوي من احمد سعيد، استقبال من نادي الزمالك، كره بترفع في مركز اربعه، وبلوك من عصران، تاتش بلوك من نادي الزمالك، تاتش نت من نادي الزمالك، لمس شبكه، تقدم اهلاوي 1-0. يلا يا اولاد محتاجين نتقدم ونحافظ على هذا التقدم، والارسال ما زال احمد سعيد من النادي الاهلي. زي ما قلنا يا كابتن هيثم، السيرف القوي هو اللي بيخلي البلوك ياخد بلوك. احمد سعيد لعب ارسال قوي جدا، عصران قدر يطلع ياخد الكوره بشكل كويس، احمد سعيد ارسال تاني بيلعب ارسال قوي برده، استقبال من نادي الزمالك، كره ترفع سريع، ولد يا ولد سنجل بلوك، عبد الرحمن سعودي بياخد كوره سنجل بلوك جميله جدا جدا جدا، وبيفوقنا تاني وبيصحينا، بيقول لنا احنا لا هناخد بلوك. صعبه يا كابتن سنجل بلوك، صعبه، وكمان ضرب ما تطلعش بصراحه. يعني بص يا كابتن، يعني الرفعه والاستقبال كان جيد من نادي الزمالك، والرفعه الملعب مكشوف، يطلع سعودي واحد لواحد مان تو مان، ياخد بلوك ونقطه نادي الزمالك، وتصبح النتيجه 2-1 2-1 دلوقتي النتيجه النادي الاهلي، والسيرف مع نادي الزمالك ليبرو الفريق اللقاني، سيرف مع اشرف اللقاني، بيلعب ارسال فلوتر من نص الملعب، طبعا ارسالاته موجهه بشكل مميز، واستقبال عندنا بنطلع استقبال، استقبال حلو جدا، عبد الله عبد السلام بيرفع الكره للويجي، يا ولد يا ولد يا عبد الله، بترفع يا ولد على الرفع، خلصها في اللاين بشكل حلو، رفع بعرض الملعب كله يا كابتن، رفع الكره من اخر الملعب لاقصى الملعب اللي كان في اربعه، عشان كده قدر يطلع بسنجل بلوك وقدر يخلص الكوره بشكل كويس جدا. محدش في الملعب توقع دي يا كابتن. طبعا الكوره صعبه جدا، يعني اغلب البصيره والمعادين بيرفع الكره للاعيب القريب، لا عبد الله اختار اخر واحد في الملعب ورفع له الكوره اللي طالع من غير بلوك تقريبا، نتيجه 3-1 وبلوك عندنا مره كمان، وفي عبد الله ودولا خبطوا في بعض، ربنا يستر ويكونوا هم الاثنين بخير، الف سلامه. ده عصران اللي واقع على الارض، الف سلامه عصران، ان شاء الله بسيطه، ان شاء الله بسيطه تبقى كدمه بس. لا ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه، لا قام وقف تاني اهوت وبيشوفه دكتور سامح ظلام، الف سلامه. يمكن النتيجه دلوقتي 3-2 نقطه النادي الزمالك، 3-2 تقدم اهلاوي، ولكن نزل الطاقم الطبي يعني الاطمئنان على عزب، الف سلامه، بخير ان شاء الله يا كابتن بخير، هي كدمه بس، خبطه في خبطه يعني، ركبه في ركبه زي ما بيقولوا، الحمد لله، الف سلامه عليك يا عزب، وبيتلقى طبعا السلامات من لعيبه نادي الزمالك. دي الروح يا كابتن، هي دي الروح، الرياضه ابدا يعني دائما ابدا بتبقى يعني وسيله للتقارب. الارسال مع نادي الزمالك، احمد يوسف على الارسال، بيلعب ارسال موجه احمد يوسف، يلا الاستقبال يا اولاد، الاستقبال يا اولاد، استقبال اول كوره لازم تبقى مهمه جدا، استقبال من لويجي، كره بترفع يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الله، الفاضي عكس اتجاه جسمه، جميله جدا، رفع لعب سريع، ودولا خد الهديه اللي مقدمها له عبد الله عبد السلام على الشبكه. بص يا جماعه، بيدوله خد هديه، غير اتجاه الكوره، غير اتجاه الكوره في مكان فاضي، هديه
بيقول يلا يا دولا خلص، يلا يا دولا خلص، ودولا خد الهديه وحط نقطه ليتقدم النادي الاهلي 4-2. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، عصران على الارسال، بيلعب ارسال مع الوزب، عصران ارسالاته قويه، نتمنى نشوف ايس على طول يا عصران. معلش كرة في الشبكة، معلش عصران، ان شاء الله القادم افضل، والسيرفات اللي جايه ان شاء الله تكون مركز فيها. النتيجه 4-3 النادي الاهلي، السيرف مع نادي الزمالك ورقم 15 من نادي الزمالك محمد مجدي على الارسال، لعيب مركز 3 نادي الزمالك. هنا خرج الليبرو يعني، وزي ما حضراتكم شايفين انه كابتن احمد عاشور اللي واقف على الخط من جهاز نادي الزمالك هو اللي بيقود الفرقه من ارض الملعب، رافع من عبد الله عبد السلام داخل الملعب، داخل الملعب، بلوك من نادي الزمالك، الكره تسقط جوه النادي او نص ملعب نادي الاهلي. التعادل الاول في هذا الشوط 4-4 ارسال نادي الزمالك. يمكن لويجي خد الكره ضربها، الارسال كان لويجي يعني كان بيحاول يلعبها على 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 تاتش بلوك وعلى بره، لكن البلوك كان قافل بشكل كويس. سيرف دلوقتي برضو محمد مجدي على الارسال، زي ما قلنا محتاجين نخلص الكره دي من اول مره. بيلعب ارسال، استقبال من عصران، كره ترفع تاني للويجي، بيضرب الكوره في قلب الملعب. يا ولد يا ولد، هنا يا كابتن تيجي بقى دور عبد الله عبد السلام، الكوره الثانيه رفعها برضو للويجي، لان الملعب كله قال لويجي خسر النقطه، اكيد عبد الله مش هيرفع له النهارده. عبد الله الناس كلها كانت متوقعه ان هو يرفع الكره دي لعادل، لان عادل هو اللي ماشي بشكل كويس في الضرب، والويجي لسه مجلي الكره قبليها، والويجي لسه خسران كوره، فيعمل ايه؟ اداله كوره متقشره في كل الملعب. الحقيقه كان متوقع ان مش هترفع للويجي. 5-4 تقدم اهلاوي. لويجي على الارسال، بيلعب ارسال خارج الملعب. الملعب اولاد محتاجين نركز يا اولاد في السيرف، السيرف مهم جدا يعني، حتى لو عدى ضعيف بس ما يروحش بره الملعب، ما فيش مشكله. 5-5 التعادل الثاني في الشوط الثالث، السيرف مع نادي الزمالك. رجع الارسال سيف حسن عابد على الارسال، لاعب مركز 2، بيلعب ارسال مع الوزب من مركز 1، بيلعب ارسال في الشبكه، لكن في الشبكه ارسال في الشبكه، والنتيجه 6-5 للنادي الاهلي. والحقيقه يعني الحال هنا وهنا يعني اهدار في السيرفات، بس يمكن احنا اعلى شويه. هو ممكن يكون الخوف برضو على النقطه، اللعيب بيبقى خايف ان هو يلعب سيرف جامد يبقى فيه ريسك، فبيحط الكوره بشكل سهل او سيرف من دوله حلوه يا كابتن، سيرف كويس لعبة ورا البلوك، ورا البلوك على بيحط الكوره في الحته الفاضيه، هم شافوا عادل السنتر بلوك واقف ضربوا عليه. النتيجه 6-6 التعادل الثالث في الاشواط، وينتقل السيرف الى نادي الزمالك، رقم 22 من نادي الزمالك على السيرف. محمد مصطفى لعب على الارسال، لعب مركز 4، بيلعب ارسال مع الوزب، لعبه من مركز 1، الكوره بتبقى فيها سبين شويه كده، بتروح بين 1 و6، بيلعب مركز جيد. 6 استقبال جيد، والكوره بترفع لاحمد سعيد، والكوره بتضرب من فوق يا ولد يا احمد يا سعيد، تاخد ايد البلوك وتطلع بره. المايسترو عبد الله عبد السلام بيكمل في عزف سيمفونيه جميله من يعني الرفع الكور لكل الملعب، كل حته في الملعب، سعيد، دولا، احمد صلاح، يعني ربنا يكرمك. السيرف مع عبد الله عبد السلام، عبد الله بيلعب ارسال قوي جدا، الكره بترفع في مركز 2 وتفنس، لكن الكره بتكون سريعه، بلوك مشروف يا كابتن. والتعادل الخامس بقى ولا الرابع، انا يعني تعادلات كتيره يا كابتن، تعادلات كتيره، احنا ماشيين نقطه بنقطه. ده بيقول لنا ان فعلا الماتش حلو، يعني ماتش صعب، انا قلنا كده وقعنا ده، حتى ماتش الزمالك ماتش ملوش مقياس، يعني الماتش ده بطوله لوحده. نعم، على الارسال دلوقتي اللعيب رقم 6 محمد مهدي، بيلعب ارسال من اعلى، عبد الله بيرفع الكوره سريع، لكن الكوره بتتلم، بتروح تاني في مركز 4 خارج الملعب، خارج الملعب، نقطه للنادي الاهلي في الاوت سايد، هو عايز يلعب على التاتش، لكن عصران لم ايده بسرعه، والكوره واضحه قوي انها مش تاتش بلوك، لا هي باينه ان هي مش تاتش، هو لعب على التاتش وهو خالص. عصران لم ايديه، نقطه للنادي الاهلي والتقدم 8-7 من جديد، والسيرف ينتقل الى النادي الاهلي. مين على السيرف دلوقتي يا كابتن؟ دلوقتي احمد سعيد هيبقى على الارسال، رسالات احمد سعيد، بيلعب ارسال واستقبال من نادي الزمالك، والكره هتطلع ديفنس، بلوك جيد، هنرفع كرة لعصران، يا ولد يا ولد، ايد البلوك على بره، لكن لسه الكره في الملعب، بيطلعها وتفنس تاني من عبد الله، والكره بترفع لاحمد سعيد في مركز 6، بيحط الكره في الملعب، بلوك يا رجاله، البلوك يا رجاله، بترفع تاني في مركز 1، لكن خارج الملعب، نقطه لنادي الزمالك، والتعادل من جديد 8-8
والإرسال ينتقل إلى نادي الزمالك. التعادلات كتيرة في الشوط ده، لازم احنا نكسب بونت واثنين وثلاثة ورا بعض كده عشان نقدر نأمن الشوط. دلوقتي يرجع تاني معد الفريق أشرف اللقاني على الإرسال. الاستقبال يا أولاد، يلا الاستقبال، كرة الأولى مهمة. ويندر استقبل، يرفع كرة أحمد سعيد يا ولد. يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا عبد الله، جدا جدا يا ولد يا عبد الله. عبد السلام عبد الله بيدي له هدية من غير بلوك، بيقول له خد يا أحمد يا سعيد الكرة من غير بلوك، وخلص الكرة بشكل حلو يا كابتن. يعني عبد الله النهارده بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظك عبد الله. لا بيلعب رايق عبد الله، بيحب يلعب ماتشات الزمالك. طب بيحب الماتشات الجامده، بيحب الماتشات الجامده. لا شيء من حاجه. سعودي على الارسال، استقبال من اللعبه، الكره بتروح مركز أربعة. استقبال، يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، هترفع تاني عصران، بيعدي الكوره مره تانية سهله. حائط صد، حائط صد يا اولاد. وسيف بيضرب الكرة في مركز أربعة، لكن هايل هايل، معلش بيحاول عليها. جود هاسل يا ولد، جود هاسل يا عبد الله، جود هاسل ولا يهمك. يعني الحقيقة يعني عمل مجهود كبير على النقطة دي، ونادي الزمالك يحصل على نقطة ليصبح التعادل من جديد 9-9، ومن جديد أيضا السيرف مع نادي الزمالك. أحمد يوسف على الإرسال، بيلعب إرسال موجه. أحمد يوسف لا، المرة دي بيلعب إرسال من أعلى، استقبال من احمد سعيد، بيحط يا ولد يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا احمد سعيد. احمد سعيد بيشجع نفسه وبيشجع زمايله. يلا يا رجاله، يلا يا جماعه، يلا يا رجاله نكسب. تقدم اهلاوي 10-9 يا كابتن، والسيرف ينتقل من جديد للنادي الاهلي. عبد الله عبد السلام بيرفع كوره ولا اروع لاحمد سعيد، بيقول له يا احمد خلص خد الهديه، واحمد قبل الهديه بنقطه للنادي الاهلي. عصران على الارسال، بيلعب ارسال عصران، ارسال موجه، استقبال من الزمالك، لعبه بيطلع بيحط الكوره بلوك قلب الملعب، بلوك طلع دبل ولكن الخط كان مفتوح. نادي الزمالك حط نقطه من يعني البلوك، نعود من جديد الى التعادل 10-10، وينتقل السيرف الى نادي الزمالك. مباراه يعني فنيا عاليه، مباراه ماشيه نقطه بنقطه، ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يحسمها لصالحه. سيرف من نادي الزمالك 15، رقم 15 محمد مجدي على الارسال، بيلعب ارسال موجه محمد مجدي، ارسالاته قويه، استقبال، كوره بترفع مركز أربعة، لكن بيضرب الكوره لويجي، بيتحط الكوره بره الملعب. الملعب تقدم نادي الزمالك، يمكن ده التقدم الاول، التقدم الاول في الشوط الثالث. محتاجين ان احنا نمسك نفسنا شويه، الاستقبال طلع بشكل كويس، لكن هو فتح ريست ايده، يعني يا دوبك الكوره خرجت بره حدود الملعب ملي، بحاجات بسيطه جدا. بيطلعوا دلوقتي كابتن محمد مصلحي طبعا عشان ياخد نفسه كده ويبص على الملعب بصه ثانيه من بره. هنشوف نزل مكانه مين. محمد مجدي على الارسال، عبد الرحمن الحسيني اللي لسه نازل، بيضرب كوره قويه جدا 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 جدا، صعبه، بتاخد الديفنس وتطلع على الكوره، رايحه اوت اوف سيستم طبعا، وهو حطها من المنطقه الخلفيه ولا اروع، ضربه بقوه فوق الشبكه على طول. يعني بص يا كابتن، فوق الشبكه على طول، بيضرب كوره بمنتهى القوه، الديفنس ما قدرش، يعني الكوره في ايد الديفنس بس ما قدرش يتحرك عليها من قوه الكوره وسرعتها. عبد الرحمن على الارسال، بيلعب ارسال قوي، استقبال من نادي الزمالك، والكوره بتترفع وما تعديش. يا ولد يا عبد الرحمن، يا ولد يا عبد الرحمن، نزل عمل روح في النادي الاهلي عبد الرحمن، الحقيقه يعني عامل شغل كويس جدا عبد الرحمن، ربنا يوفقك. السيرف اهو، تقدم النادي الاهلي 12-11. ايه يا اولاد، عايزين نتقدم بنقطتين. يلا ارسال ثاني من عبد الرحمن الحسيني، بيلعب ارسال سبايك، ارسال قوي جدا من عبد الرحمن، استقبال من نادي الزمالك، الكره بترفع في مركز أربعة. عبد الله بياخد بلوك، بلوك بس بره، معلش معلش معلش، التعادل من جديد 12-12، والارسال مع نادي الزمالك. معلش جبنا نقطتين ورا بعض، الحقيقه يعني الحسيني عمل كامباك كويس اضاف للفرقه، معلش بلوك، المهم البلوك جه في ريست الايد، المره الجايه ينزل في الملعب ان شاء الله. ارسال من حسن عابد من نادي الزمالك، سيرف قوي، استقبال من عبد الرحمن الحسين، استقبال جميل، وكوره يا ولد عبد الله، عبد الله بيحط الكوره من حطها الملعب. احمد سعيد بيقول له لا، انت مش انت لوحدك بس اللي عندك فنيات، انا كمان عندي فنيات. احمد سعيد حط الكوره من وراه، الكوره جايه ورا ظهره، بص حاططها بالخبره، بص 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 يا كابتن، بيحط الكوره بشكل جميل قوي في مركز واحد على الخط. تقدم النادي الاهلي من جديد 13-12، ارسال اهلاوي مع محمد عادل، محتاجين الارسال ده، دوله محتاجينه، محتاجين ارسال قوي وبلوك دلوقتي
نقدر ناخد بيه نقطه كمان يا مساهم محمد عادل على الارسال، ارسالته مميزه. محمد عادل ارسال قوي طبعا، اشاره بدء اللعبه اهيت، سيرف قوي من محمد عادل، استقبال من الزمالك، الكره بترفع في مركز اربعه نقطه لنادي الزمالك. يعني يمكن الارسال كان الاستقبال جيد من نادي الزمالك، ادى نقطه سهله لنادي الزمالك لتعادل من جديد 13-13 والارسال مع نادي الزمالك. بصراحه الشوط ده خلانا يعني بننهج حتى احنا اللي بنذيع. الجيم سريع والماتش سريع والماتش حلو، في حاجات كثيره جدا بتحصل حلوه دلوقتي. لعب على الارسال، بيلعب ارسال سبايك، بيلعب ارسال استقبال من عبد الرحمن الحسيني لاحمد سعيد، بيضرب الكره في ايد البلوك ودفنس من نادي الزمالك، الكره بترفع في مركز اربعه احمد يوسف، بيضرب الكره في قلب الشبكه. نقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي وتقدم اهلاوي من جديد 14-13. تعبنا يا جماعه، تعبنا من التعادلات، ولكن النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يتقدم. خلاص احنا انتصف كده تقريبا الشوط، احنا كده في نص الشوط. وطبعا النادي الاهلي زي ما احنا شايفين يعني ماسك في الجيم، ونادي الزمالك ماسك في الجيم، مفيش حد فرقه عايزه تسيب حد. وارسال قوي من عبد الله، هو ده الارسال واحد. هي دي الارسالات، كوره بنطلعها احمد سعيد، بيضرب كوره في ايد حائط الصد، نقطه لنادي الزمالك والتعادل من جديد 14-14. ينتقل السيرف الى نادي الزمالك. ضغط عصبي قوي يا كابتن، ضغط عصبي على اللعيبه. النقطه نقطه دي انت محتاج تركيزك ما تفقدوش ثانيه. لا، الفرقه اللي هتفقد تركيزها في نص الشوط في الوقت ال 14-14 دي هي الفرقه اللي هتخسر. يعني من دلوقتي لغايه اخر شوط الاخطاء ممنوعه في الفرقتين. ارسال مع نادي الزمالك من جديد، وعلى الارسال محمد مهدي بيلعب ارسال مع الوزب. الاستقبال يا اولاد، يلا الاستقبال. استقبال قوي جدا، استقبال من عبد الرحمن الحسيني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عصران، فوق حائط الصد في المكان الفاضي. ايوه، ياخد نقطه جديده للنادي الاهلي 15-14. تقدم من جديد النادي الاهلي 15-14. السيرف اهلاوي، احمد سعيد على الارسال. يلا يا ابو حميد، احمد سعيد ارسال، بيلعب ارسال مع الوزن، استقبال من نادي الزمالك، كره ترفع في مركز واحد، بيسقط الكوره، بيطلعها الليبرو بشكل جميل قوي. عصران بيضرب الكوره قويه، ديفنس تاني من نادي الزمالك، بلوك يا رجاله بره، كوره على تاتش بلوك، كوره حسبها ايد البلوك كابتن محمد منير الحكم الاول، تاتش بلوك. التعادل من جديد 15-15. ارسال مع نادي الزمالك، ليبرو الفريق. يمكن يا كابتن بلوك طلع حلو، بس النقطه مش بتيجي سهله يا كابتن هيثم، يعني النقطه ما بتجيش سهله اذا كان في الاهلي او في الزمالك. لا، مهم ما نفقدش التركيز يا كابتن. هو ده حلاوه الكره الطايره، لازم الكره تبقى رايحه جايه كتير بين الفرقتين. ارسال، بس المهم ان احنا الاستقبال. ايوه يا ولد يا ولد يا عصران، الكره في ايد البلوك وعلى بره، ونقطه للنادي الاهلي. عايزين دلوقتي بلوك، عايزين دلوقتي ارسال من سعودي كويس وبلوك من دوله. التقدم 16-15 النادي الاهلي، وينتقل الارسال للنادي الاهلي من جديد. ان شاء الله ارسالي ريحنا شويه يا جماعه، محتاجين بلوك دلوقتي. الشبكه عندنا البلوك فيها كويس، دوله وعبد الرحمن الحسيني وعصران، الثلاثه بلوكاتهم عاليه. محتاجين نعمل ارسال مميز وبلوك بعد كده ناخد بيه النقطه. ارسال في الشبكه من سعودي، معلش تتعوض ان شاء الله تتعوض، ولكن محتاجين تركيزنا ما يروحش. 16-16 تعادل من جديد. الارسال مع نادي الزمالك، احمد يوسف على الارسال، بيلعب ارسال موجه، استقبال من عبد الرحمن الحسيني، دوله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا دوله. الله، صاروخ صاروخ جو ارض من احمد عادل. دوله بيحط يعني كوره محمد عادل، انا اسف. عبد الله مطلع دوله من غير بلوك، من غير اي حد، من غير كانه جاي على عدلته كمان يا كابتن، على عدلته حط الكوره يعني جوه. مش مهم ترفع له كمان والبلوك فاضي، لا ده انت المهم ترفع له وهو على عدلته عشان تبقى الكوره طالعه زي بالقوه دي. يلا يلا احمد صلاح، الملعب تاني نزل فيه احمد صلاح. نزل احمد صلاح على الارسال، تقدم اهلاوي 17-16. احمد صلاح بيلعب ارسال استقبال، الكوره بتطلع في مركز اربعه وتفنس. يلا بينا يلا بينا، لا بعيد، لكن الكوره طالعه بعيده جدا. تعادل، نقطه جديده لنادي الزمالك 17-17 ل عبد الله. بيتكلم في حاجه، هو بيتكلم ان في تاتش بلوك. عبد الله بيتكلم ان اللعبه يكون عدى الملعب الثاني، وهو بعد ما نزل من الهجوم. بس الحكم طبعا 17 محمد منير قال الارسال مع نادي الزمالك مفيش حاجه. ارسال محمد مجدي،
استقبال من عبد الرحمن الحسيني. عبد الرحمن الحسيني بيضرب الكوره في ايد حائط داخل الجول، الكوره ضربه كويسه من الحسيني، ولكن البلوك قوي من نادي الزمالك سقطت في نص ملعب النادي الاهلي. تقدم للمره الثانيه نادي الزمالك 18-17. يعني المفروض يبقى في دفاع بعد ورا الضربه، لازم يكون في كفر شويه من احمد صلاح ينزل في المكان دوت المكان الفاضي دوت. محتاجين دلوقتي نطلع الكوره ديت، معلش، وكابتن محمد مصيري هيطلب تايم اوت عشان يوقف نادي الزمالك ويوقف السيرف بتاع محمد مجدي. الجون ارسالته كويسه جدا، لازم كابتن محمد مصيري يوقفه، وفعلا طلب التايم اوت. هنستنى دلوقتي نشوف كابتن محمد هيقول لهم ايه، يعملوا ايه في النقطه اللي جايه ديت. احنا دلوقتي اخر الشوط، محتاجين تركيز، محتاجين ناخد بلوك، بلوكاتنا شويه مفتوحه، لازم الكره الاولانيه تطلع بشكل كويس، نبدا نهاجم وناخد الكوره ونتعادل، وبعد كده نشوف اللي بعد كده. ارسال مع نادي الزمالك وانتهى التايم اوت ونزول اللاعبين مره اخرى. يعني محتاجين استقبال جيد عشان نقدر نبني عليه هجمه. الارسال لما بيكون جيد بنبني هجمه سهله، بيستطيع الضريبه يقفوا بوقفتهم المظبوطه، صناع الالعاب بيقدروا يشوف الملعب كويس. ارسال من نادي الزمالك، محمد مجدي على الارسال، استقبال كويس من الليبرو، عندنا احمد سعيد بيطلع يضرب الكوره، تاتش بلوك، تاتش بلوك، تاتش بلوك، واضحه يا كابتن. هي اصل بص احمد، هي حتى بالعقل كده تاتش بلوك ليه؟ احمد سعيد طالع شايف الشبكه اهو، شايف الملعب كله، مفيش بلوك يعني جاي له متاخر، تاتش بلوك في لعبه ولعبه كمان لمس الشبكه بايده. نعم كده نقطه للنادي الاهلي والتعادل من جديد 18-18. والارسال مع نادي الاهلي، عبد الرحمن الحسيني على الارسال، يلا يا رجاله، يلا يا حسيني كمل ادائك الجيد حتى الان، ان شاء الله كمل زي ما انت يا ولد. عبد الرحمن الحسيني ارسال، ارسال من اعلى، استقبال من نادي الزمالك، هيرفع الكوره في مركز اربعه، بيضرب الكوره احمد صلاح بيطلع ديفنس، هتترفع تاني عبد الله هيعدي الكوره، بيعديها كوره صعبه، هتترفع في مركز اربعه تاني، بلوك من النادي الاهلي ولكن نقطه من نادي الزمالك، اللي يبقى تقدم من جديد 19-18 لنادي الزمالك. الارسال مع نادي الزمالك، وعلى الارسال حسن عابد. بص يا كابتن انا مش عارف، حاسس ان دولا ما خدش الخطوه اليمين، دولا كان محتاج ان هو يقفل شويه على عبد الله، يعني هو لعبه شويه الكوره بينهم هما الاثنين بالظبط، يعني محتاج كان دولا ياخد خطوه الاول، خطوه كمان خطوه وينط. ارسال نادي زمالك، سيف بيلعب ارسال، استقبال في قلب الملعب، واحمد سعيد بيطلع يضرب الكوره يا ولد، يا احمد سعيد على بره خارج الملعب جداً. بلوك من نادي زمالك خارج الملعب، نقطه من جديد للنادي الاهلي والتعادل ايضا من جديد 19-19. السيرف يرجع تاني دولا على الارسال، ونزل محسن، نزل عبد الرحمن سعودي على البلوك، محتاجين السيرف يا دولا، محتاجين بلوك يا سعودي، يلا يا رجاله. دولا بيلعب ارسال، هناخد بلوك، الكوره بيحط بلوك. كوره سهله، واحمد سعيد يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا سعيد، هو يا ولد، ايوه كده فيه. ايوه كده، الكوره البلوك قافل كويس، الديفنس هيطلع ديفنس، لازم هنعرف نعمل هجوم. تقدم من جديد يا كابتن حسام ويا جماهير النادي الاهلي، تقدم 20-19 في الشوط الثالث. يلا يا رجاله نكلبش في الجيم، ما ننزلش تاني. تايم اوت اخذوا نادي الزمالك، طلبوا الكابتن احمد عاشور المدرب العام اللي واقف على الخط دلوقتي، وزي ما حضراتكم عارفين كابتن شريف الشمرلي بيقود المباريات من المدرجات، ولكن اللي موجود في الملعب هو كابتن احمد عاشور. تعليمات يمكن مهم جدا جدا جدا، يعني مفيش خطأ دلوقتي يا كابتن؟ لا دلوقتي لا، احنا فوق ال 20 ما ينفعش نغلط، ولا ارسال يبقى ضايع، ولا بلوك يبقى مش مقفول كويس. دلوقتي يا حسام يوسف نزل في الملعب اهوت، حصل تغيير، خرج عبد الله ونزل حسام، ونفس التشكيل موجود هو هو يا كابتن، ونفس التشكيل زي ما هو. دولا على الارسال، محتاجين سيرفيا دولا زي اللي فات، محتاجين نطلع ديفنس ونخلص الكرة كونتر. 20-19 النادي الاهلي، يلا يا دولا عايزين نعزز الصداره بنقطه كمان. دولا ارسال، بيلعب ارسال من مركز واحد، ارسال كويس من دولا، استقبال، الكره بترفع في مركز واحد، وها هنلعب بلوك الكرة. جيد بلوك أحمد جيد، سعيد بيعمل كفر على الكوره، دولا بيطلع الكوره تاني، احمد سعيد في اربعه، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد سعيد، يا ولد يا احمد سعيد، ثلاث نقاط لاحمد سعيد تحطنا في المقدمه بفارق نقطتين. ايوه ايوه صح كده يا كابتن محمد، صح كده، الهدوء زي ما احنا شايفين الكوره لاحمد سعيد، هو شايف البلوك فين وطالع واخد القرار ان احط الكوره من فوق حائط الصد. الهدوء يا كابتن محمد مصالحي، برافو عليك، نركز في الجيم، مفيش مبالغه في الفرحه، لسه الجيم مخلص. ارسال تاني من دولا، نرجع تاني لتركيزنا، يلا رجاله يلا دولا سيرفاتك، نقطه كمان نأمل بيها الشوط،
صح. بص صلاح بقى وقف في الملعب لان ممكن نقطه عرق زي دي تخليك تخسر نقطه. اه طبعا لازم الملعب يقف ولازم يعني يبقى الحاجات الصغيره دي تفاصيل. فزحلقه في استقبال كل نقطه دلوقتي ليها حساب كبير طبعا. دول على الارسال, دول بيلعب سيرف خارج الملعب, لكن بره حدود الملعب معلش محتاجين السيرف ده ولكن يتعوض مفيش مشكله. احنا لسه في المقدمه 21-20, السيرف مع نادي الزمالك والاستقبال عندنا. يرجع لعبه على الارسال, تغيير نفس التغيير اللي بتتعمل في نادي الزمالك دايما, يطلع اشرف اللقان وينزل محمد زياد. مباراه فنيا فيها فنيات كتيره جدا. اه طبعا يعني الماتش احنا ما توقعناش يعني الماتش يكون عالي قوي بالمنظر دوت. احنا قلنا طبعا ماتش الاهلي والزمالك بيبقى فيه فنيات عاليه, نعم. بس يكون نادي الزمالك ند بالطريقه ديت والنادي الاهلي يكون واقف ومصمم ان هو يعمل ماتش كبير, لا ده حاجه جميله جدا طبعا. لعبه بيعمل سير واحمد صلاح بيضرب الكوره. يا ولد يا صلاح, جميلة يا ولد يا صلاح, صلاح بيخلص الكوره بشكل حلو. 22-20 للنادي الاهلي, وبنقرب خطوه كمان من حسم الشوط الثالث. عبد الله على الارسال, يلا يا عبد الله. احمد صلاح طلع امامي على الشبكه, يعني عايزين نشوف بقى صواريخ احمد صلاح تبقى شكلها عامل ازاي. بص يا كابتن اختار الزاويه الصح, هو مش طالع يضرب وخلاص يا كابتن. لا احمد صلاح يعني من اللعيبه المميزه جدا على مستوى العالم, بيشوف البلوك وبيحط الكره في المكان اللي هو عايزه. يلا يا عبد الله, يلا يا عبد الله, كويس ان انت على السيرف في الكور المهمه دي. عبد الله ارسال, يلا ارسال سبايك عبد الله, تركيز في البلوك. سيرف قوي جدا من عبد الله ما شاء الله, الكره بتترفع في مركز 4 وحائط الصد, كوره في حائط الصد وتطلع بره حدود الملعب. مفيش مشكله, مفيش مشكله طالما احنا في المقدمه ان شاء الله خير. 22-21 النادي الاهلي, والسيرف مع نادي الزمالك, وعلى السيرف رقم 6 من نادي الزمالك. محمد مجدي على الارسال, بيلعب ارسال من مركز 1 سبايك. يلا يا رجاله الاستقبال, يا رجاله الاستقبال عشان النقطة دي مهمة جدا. استقبال من الحسيني جميل. أحمد سعيد من مركز 2 بيضرب الكورة في إيد حائط الصد. دفاعات من نادي الزمالك. أحمد يوسف بيضرب الكورة بره الملعب, بره الملعب, نقطة للنادي الأهلي. ونقرب خطوة كمان 23-21. هانت يا رجالة. أنا عايز هنا فاضل الحسيني يا ولد. معلش استقبال الحسيني نص النقطة دي. استقبال الحسيني هو النقطة. يعني النهارده هو طلع الكرة بشكل جميل, عمل تغير في الشكل والاداء دفاعا وهجوما. ربنا يحميك يا حسين. الارسال مع احمد سعيد, ركز بقى يا ابو حميد. تايم اوت, تايم اوت هنا. كابتن احمد عاشور طبعا لازم يوقف الملعب في النقطه ديت. احمد سعيد على الارسال, ارسالته قويه جدا. البلوك عندنا في النادي الاهلي بلوك عالي. خد بالك كابتن احمد صلاح, كابتن محمد مصالح ميدو بيكلم سعودي الكلام. كابتن محمد شايف البلوك في مشكله, احنا محتاجين بلوك دلوقتي. سعودي ممكن ياخد بلوك دلوقتي يسهل الدنيا ويعني ويعمل لنا الجيم بنسبه 50%. احنا فاضلين نقطتين, وشايفين كابتن تامر طبعا قايم طبعا باللابتوب, اكيد في تعليمات فنيه محتاج يقولها دلوقتي للعيبه, عشان كده التايم تايم اوت. اه طبعا يعني احنا دلوقتي مستنيين بقى الارسال مميز من احمد سعيد زي ما هو معودنا, والبلوك دلوقتي من سعودي. يلا يلا يا ولد, يا رب يا رب يا احمد سعيد ان شاء الله. تركيز احمد سعيد على الارسال, بيلعب ارسال قوي, استقبال من نادي الزمالك والكوره. وهو عبد الرحمن بلوك بلوك سعودي زي ما انا قلت. سعودي سعودي هو يا ولد. شو انا لسه بقول لك في التابع ده كابتن بيقول لي سعودي, زي ما يكون بيقول له يا سعودي خلص بالبلوك يا سعودي. كنا خدت بالي من اللقطه دي ان هو بيكلمه بلوك, طلع حط ايده في اتجاه الكوره صح. هو كان طالع مش في النقطه دي, هو وجه ايده ناحيه اليمين في اتجاه الكوره. يا ولد يا سعودي بلوك مهم. 24 نادي الاهلي, 21 نادي الزمالك. يلا يا سعيد, يعني محتاجين السيرف زي السيرف اللي فات. ارسال دلوقتي من احمد سعيد, هيلعب ارسال, لازم يلعب ارسال قوي برضه. احنا كنا واخدين نقطتين ثلاثه ورا بعض. ارسال احمد سعيد, ارسال قوي يا جدا ولد. يا ولد هو هي يا دي الارسالات, هي يلا دي الارسالات اللي احنا عايزينها. يلا رجاله, يلا رجاله, وبلوك تاني من سعودي. هو عدى الناحيه الثانيه خلاص, عدى خلاص نقطه نقطه للنادي الاهلي. 25-21 السيرف يا كابتن هيثم. مهم يا كابتن, هو البولي سعودي. برافو عليك يا سعودي حسين, يا هايل هايل هايل. اذا تقدم تاني في الاشواط للنادي الاهلي 2-1. يتبقى شوط وحيد يحتاجه النادي الاهلي لحسم هذا اللقاء. رجاله برغم من الشوط الثاني كان ماشي نقطه نقطه, ولكن اللعيبه لم تفقد تركيزها على الاطلاق. يعني انا مش عايز اقول لكم يعني قد ايه فرحتنا انه بهذا المستوى قدرنا نحسم الشوط الثالث القوي. خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل احداث الشوط الرابع.
الشوط الرابع شوط الحسم للنادي الاهلي وشوط قناة النادي الاهلي. اهلا بكم من جديد. الشوط الرابع شوط الحسم للنادي الاهلي وشوط محاوله العوده من جديد نادي الزمالك. كابتن حسام، الشوط الثالث حلو والاحلى ان احنا كسبناه. الشوط الثالث جميل، يعني من الاشواط اللي احنا نفسنا فعلا نشوفها في ماتش اهلي وزمالك. الفرقتين كانوا بيقاتلوا جدا لغايه نقطه 20-20، لغايه لما النادي الاهلي قدر يعني بفضل بلوكات سعودي رجعنا تاني وخدنا الشوط، وارسالات احمد سعيد كان بيلعب ارسالات مميزه جدا في اخر الشوط، يعني قدرنا نفرض سيطرتنا وكلمتنا على الشوط الحمد لله، وقدرنا نكسب الشوط. اتمنى ان احنا نشوف الروح ديت والروح القتاليه ديت من اول الشوط الرابع دلوقتي علشان نأمن الشوط من بدري. بس خلينا نقول يا كابتن ان يعني الاثنين رجال الجيم الثالث او الشوط الثالث سعودي والحسين. طبعا عبد الرحمن الحسيني، يعني نقطه نزوله في الوقت دوت من الشوط في نص الشوط، يعني هي نقطه التحول، ان احنا كنا خسرين 2 بونت، لا عبد الرحمن الحسيني رجعنا الاثنين بونت وفضلنا ماسكين لغايه اخر الشوط، قدرنا نكسب فرق سكور كويس 25-21. دي حاجه تتحسب للجهاز الفني اللي هو يعني يمكن كمان الحسيني في عنده امل كبير قوي في الحسيني. يعني الاستقبال ظبط بطريقه كبيره جدا. يعني كابتن محمد صالح ميدو مع حفظ الالقاب، لما النهارده ينزل لعيب في وقت زي ده يبقى عنده ثقه فيه. طبعا، وزي ما احنا شايفين هو بادئ فعلا الشوط الرابع كمان. نعم، بادئ بنفس تشكيل الجيم الثالث اللي انهى الجيم الثالث. عبد الرحمن الحسيني موجود في الملعب، احمد سعيد موجود في الملعب، عبد عادل موجود في الملعب، نفس التشكيل بتاع الجيم الثالث اللي انهى الجيم الثالث موجود. احمد صلاح برده موجود. سيرف مع نادي الزمالك في بدايه الشوط. سيرف نادي الزمالك طبعا، محمد مجدي الجون زي ما حفظنا كل مره، سيرف نادي الزمالك هو اللي بيبدا. يلا يا رجاله، الستارت مهم جدا، الستارت مهم جدا. يلا يا رجاله، من اول مره طبعا الكره دي بتبقى مهمه. النقطه الفرقه اللي تاخد النقطه الاولانيه بيبقى ليها الاسبقيه الافضليه. معلش احمد سعيد، ولكن الكوره نقطه لنادي الزمالك. 1-0 تقدم من نادي الزمالك، والارسال يبقى مع نادي الزمالك. 1-0 نادي الزمالك. محمد مجدي الجون على الارسال. زي ما احنا شفنا في تغيير حصل في نادي الزمالك، نزل رشاد شبل مكان محمد المهدي. ارسال تاني الجون، استقبال من الحسيني حلو، الكوره بترفع 4 يا ولد للحسيني. يا ولد يا حسيني، لسه قويه جدا جدا لسه جدا. بنقول الحسيني نقطه التحول، لعيب كبير، المباراه بصراحه لعيب كبير. الحسيني سنه صغير، لعيب كبير جدا بس سنه صغير، ولسه مع الخبرات ده. هو دلوقتي ما شاء الله بالرغم من سنه الصغير، والنهارده نقطه التحول في المباراه. يا ولد يا حسين، ارسال مع النادي الاهلي. يلا يا سعودي، كمل ادائك، كمل زي ما انت ماشي يا سعودي. ارسال من مركز 5، ارسال فلوتر، استقبال، الكره بترفع في مركز 1، لكن بيضرب الكوره بره الملعب. نقطه للنادي الاهلي، تقدم اهلاوي 2-1. يلا يا رجاله، 2-1 وسعودي تاني على الارسال، وكله تركيز، الناس كلها مركزه، كله بيتكلم مع البلوك، هناخد بلوك ازاي، هنلعب ارسال شكله عامل ازاي. ده الروح، هو ده الكلام، كل في الملعب كله مركز. سعودي على الارسال زي ما هو، لسه ما خسرناهوش. بيوجهه كابتن محمد لصالح ميدو، محتاج التوجيه ده سعودي. طبعا بيقول له عايزين نطلع ديفنسايه دلوقتي بعد ما تطلع السيرف، بعد ما تلعب السيرف. شايف اعصاب كابتن محمد لصالح ميدو الراجل، يعني استقبال متوسط من نادي الزمالك، والكوره بتطلع ديفنسايه. عبد الله بيرفع الكوره لاحمد صلاح، كوره صعبه قوي، صعبه وتفنس تاني، والكره هتجي لنا سهله. 3 بلوك، معلش بس بتعدي. بص يا كابتن، عملنا فيها جود هاسل. طبعا، حتى لو احنا خسرنا هذه النقطه، بس النهارده عبد الله رفع كره صعبه، الكره دي صعبه جدا لاحمد صلاح. معلش يا رجاله، معلش. 2-2 التعادل، الاهلي والزمالك، والارسال ينتقل من جديد الى نادي الزمالك، ويبدو ان احنا هنشوف شوط برضو يحبس الانفاس يا كابتن. لا، هو شوط الشوط دوت، يعني الفرقه اللي هتفضل اللي هتمسك نفسها في اول شوط فتره كبيره هي تقدر تامن الشوط. ارسال نادي الزمالك، اشرف اللقاني على السرد، بيلعب ارسال موجه. يلا يا رجاله، الاستقبال يا رجاله في الشبكه، في الشبكه، بنشكرك طبعا. هيرجع احمد صلاح على الارسال بقى. احمد يا صلاح، يعني عايزين نقطتين ثلاثه كده من جديد. 3-2 وارسال احمد صلاح من جديد. يلا يا ولاد، تركيز من احمد صلاح، تركيز من دوله، تركيز من عبد الله على البلوك. يا رب، سيرف من اهل احمد صلاح، بيلعب ارسال قوي جدا خارج الملعب. معلش لازم، بص يا كابتن، لازم يكون في ريسك. احنا اول الشوط لازم يبقى في ريسك. لو خفنا ان احنا نلعب ارسال جامد عشان ما نخسرش نقطه، مش هنلعب ارسال جامد. تعادل من جديد، 3-3، الارسال مع نادي الزمالك. احمد يوسف بيلعب ارسال موجه،
استقبال من الحسيني، احمد صلاح من مركز واحد بيضرب الكوره يا ولد يا احمد يا صلاح، بتيجي في دماغ لعبه وعلى بره على المدرجات تقريبا. الكوره دي خبطت في الساعه. حلو حلو، كوره جميله حلوه، كوره زي الصاروخ بتروح، حتى ردت الكوره راحت في المدرجات. يا ولد يا عبد الله يا ولد يا احمد يا صلاح، الكوره في دماغه. اصحاب الضرب ويعني رفقاء الضرب سنين طويله. يلا عبد الرحمن الحسيني ارسال بيلعب ارسال. يا ولد يا ولد من عبد الرحمن الحسيني يا ولد. لا اسمح لي يا كابتن اسقف له، اسمح لي يا كابتن اسقف له على هذا الارسال. يا ولد يا ولد يا ولد، الصغير الكبير يعني بجد حط ارسال، احلى ارسال في المباراه، احلى ارسال. مكانه مكان قاتل صعب. بص يا كابتن هيثم مكانه فين؟ جنب الخط بالظبط. صعب على اي حد، احلى ارسال في المباراه بصراحه. عبد الرحمن الحسيني ارسال تاني. يلا حسين، التقدم من النادي الاهلي من جديد 5-3. الارسال الاهلاوي، ارسال عبد الرحمن الحسيني، ارسال قوي جدا. كان عايز يلعبه في نفس المكان يعني، مفيش مشاكل يا كابتن. 4 نادي الزمالك، 5 النادي الاهلي، وينتقل الارسال لنادي الزمالك من جديد. يلا يا رجاله، ارسال نادي الزمالك. رشاد شبل على الارسال، لاعب مركز 3 ولاعب نادي الجيش السابق ونادي الزمالك ولاعب منتخب مصر. نعم، في الشبكه، في الشبكه يا رشاد جديد نادي الزمالك، ويعطي نقطه سهله للنادي الاهلي. تقدم اهلاوي 6-4، والارسال معدوله. دول على الارسال، نهايه الشوط اللي فات كان دول على الارسال. نعم، في النقط الحساسه دول كان على الارسال. يلا هنشوف دول دلوقتي. دول بيلعب سيرف موجه يا ولد، حلو جدا من دول. الكره هتعدي لنا سهله. عبد الله بيطلع الكره، الحسين هيرفع، احمد سعيد هيضرب، لمنا تاني. اثبت نفسك بقى من جديد. احمد سعيد هيخش يضرب بقوه، ضرب فعلا كره قويه جدا. يا ولد يا ولد يا ولد يا سعيد، روح قتاليه من نادي الاهلي في الملعب. الكره الاولانيه احمد سعيد حطها بالراحه، لمناها. الكره الثانيه تدخل ضرب كانه بيفجر نفسه. السيرف يا كابتن عدل لنا الدنيا من الاول. النهارده قتال من احمد صلاح على الاستقبال، واحمد صلاح بيشاور. احمد صلاح واقع على الارض وبيطلع ديفنساوي بيقول له يلا خلص الكوره، روح قتاليه. هو ده اللي عايزينه يا رجاله. تقدم اهلاوي 7-4. دول على الارسال مره ثانيه. كنت لسه بتقول لي دول كان على الارسال ولسه مخلص الشوط اللي قبل كده، فان شاء الله يكون ليك برده كلمه كبيره في اسعادك يا دول. يلا دول سيرف، بيلعب سيرف موجه، استقبال من نادي الزمالك. الكوره بترفع في 4 بلوك. معلش نقطه لنادي الزمالك. ايه في الريس ايدك شويه يا سعودي، هتلاقي الكوره جايه في ايديك. وفي انا حاسس ان سعودي في مسافه شويه بينه وبين الشبكه، فاستغلها طبعا لاعب نادي الزمالك وحطها من كانت ايده الشمال بره شويه. بالظبط، ايده الشمال كانت بره الشبكه شويه. 7-5، ارسال من نادي الزمالك، ارسال سيف حسن عابد على الارسال. يلا يا رجاله، الاستقبال بتاعنا مهم جدا، مهم جدا عشان نحافظ ونعزز التقدم بثلاث نقاط مره اخرى. ارسال مع الوزبي من سيف، بلعب في الشبكه، في الشبكه، في الشبكه الثالث. سيرف النادي الزمالك في الشبكه، يعني بيهدي التقدم للنادي الاهلي 8-5. 8-5 تقدم اهلاوي. عبد الله رجع على الارسال، ارسالات عبد الله. يلا عبد الله، واحمد صلاح طلع امامي على الشبكه، عايزين نتفرج على صواريخ احمد صلاح. عبد الله هيلعب سيرف، ارسال قوي جدا من عبد الله. نقطه مباشره، نقطه مباشره يا ولد يا عبد الله، من عبد الله يا ولد عبد الله. وعبد الله سمعنا واحنا بنقول ان نقطه مباشره من عبد الله، هو احسن ارسال لنا. لا، نفس المكان اللي لعب فيه عبد الرحمن الحسيني لعب فيه عبد الله. قال لك انا احط في نفس المكان ارسال. لا، قال له انت صغير وشاب وانا خبره واحط في نفس المكان، واقدر احط هنا النهارده. عبد الله عبد السلام حط نقطه، وفي اعتراض من لعيبه نادي الزمالك ان الكره ما لمستش. لا، النهارده حكم الرايه شايفها قدامه بالظبط، قدامه مش نقطه للنادي الاهلي. تقدم باربع نقاط، 9-5، وتايم اوت، وقت مستقطع يطلبه الجهاز الفني لنادي الزمالك لوقف التقدم الاهلاوي. طلبه كابتن احمد عاشور، وما زال اعتراض لعيبه نادي الزمالك. بس هو هنا يا كابتن السيرف بيحطك في حته ثانيه. السيرف سر الكره الطايره. نعم، فرقه عندها سيرف مميز، سيرف قوي، بتعرف تاخد بلوك كويس، بتعرف تهاجم كويس. لازم اخد المخاطره، ما اقدرش انا اقول عشان ما جاليش سيرف او احطه في الشبكه او يطلع مني بره ان انا خاف العب سيرف قوي. زي ما قلنا يا كابتن هيثم، السيرف ده اداه هجوميه، لازم اهاجم بالارسال بتاعي. ما ينفعش اامن السيرف وما ينفعش اعدي السيرف. الفرقه اللي عندها سيرف بتعرف تعمل اللي هي عايزاه في الماتش، زي ما احنا شفنا كده ارسالات عبد الرحمن الحسيني وارسالات احمد سعيد في الشوط اللي قبل دوت وارسالات عبد الله دلوقتي هي السيرف. عبد الله عبد السلام على الارسال، عبد الله سيرف قوي تاني، استقبال من نادي الزمالك، الكره تترفع سهله.
وبلوك وحاجه صد، لكن البلوك خارج الملعب مفيش مشكله. يلا يا رجاله، ده النتيجه 9-6، فرق 3 نقاط. الارسال ينتقل الى نادي الزمالك رقم 22 محمد مصطفى. لعب على الارسال مصطفى. لعب. يلا يا رجاله الاستقبال يا رجاله. لعبه بيلعب ارسال مع الوزب من عالي، بيحط الكوره استقبال كويس من النادي الاهلي، والسعودي بيحط الكوره من فوق حائط الصد ويلمها تاني بتاع نادي الزمالك. وبلوك واحمد يوسف بيضرب كوره في ايد حائط الصد وعلى بره، ونقطه للنادي الزمالك وحط حته حلو، ولكن مفيش مشكله. يلا يا رجاله 9-7 تقدم النادي الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك. لعبه نقطتين تاني ورا بعض، نفرق تاني 4 نقاط. وهنا في اعتراض، لا هنا في اشاره طبعا يعني عامل الملابس في النادي الاهلي عشان يمسح العرق. من من الحاجات الخطيره جدا طبعا ان يكون في ميه او في اي حاجه، لازم الحكم يوقف الماتش. نعم. علشان يمسح دي، يعني من الحاجات اللي تاثر على سير الماتش. ممكن اللعيب يتزحلق ولا حاجه يحصل له اصابه لا قدر الله. طبعا بتبقى الحكام واخده بالها من الموضوع ده جدا، واللعيبه فعلا بتبقى خايفه على نفسها. ارسال مع نادي الزمالك، والنادي الاهلي يستعد للاستقبال. محتاجين الاستقبال ده يا رجاله، محتاجين نبني هجمه كويسه، محتاجين ما ننزلش عن نقطتين فرق. كل ما بقى عندك عدد نقاط انت بتقدم بيهم اكيد بيديك راحه. اه طبعا، يعني بنفضل مأمنين الشوط لغايه الاخر. آه الكره الطايره يعني ممكن الاربع نقط 5 نقط في يعني يضيعوا في ثانيه. آه على طول في لفه ارسال مثلا بالزبط. حد ارساله كويس، حد بلوكه كويس، ممكن الاربع نقط يضيعوا. فلازم نكون دايما في تركيز في الارسال. شايف الحوارات الفنيه يا كابتن دي؟ الحوارات الفنيه اللي على البنش دي هي اللي بيبقى فيها انعكاس للملعب على طول. هنا كابتن تامر ماسك اللابتوب الداتا فولي، بيديله بيانات معلومات، بيبلغها لكابتن محمد مصالح ميدو، بيبتدي يفكر هعمل ايه، انزل مين، بيبقى قاعد بره. كابتن هيثم، كابتن احمد سعيد المحلل التقني طبعاً. طبعا وبيبعت لكابتن تايجر طبعا الحاجات اللي بتحصل في الماتش، وطبعا بالتالي كابتن تايجر بينقلها لكابتن محمد مصالح. ارسال نادي الزمالك، في سيمفونيه فعلا بتتعزف مع الجهاز الفني. ارسال نادي الزمالك لعب على السيرف، بيلعب ارسال قوي استقبال، كرة بترفع لمركز 6 للحسين، بيضرب كرة قوية جدا بتعدي سهلة تاني. محتاجين عبد الله هيعمل تركيبة هجومية. أحمد سعيد مركز 2 بيضرب كرة قوية جدا 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 من مركز 2 في مركز 2. أحمد سعيد المدفعجي النهاردة حاطط نقط يا كابتن. هو أحمد صلاح أنا ما بلحقش أشوف الكورة من مركز 2 في مركز 2. صعبة، بص الكورة صعبة، كورة صعبة جدا. هو شاف البلوك بس طلع عن الشبكة سنة، حطها من النقطة دي. أحمد سعيد إرسال زي ارسال زي اخر الشوط الثالث يا احمد. لعب ارسال استقبال، كنت رافع في مركز 4 وحائط صد، لكن الكره بره الملعب. 10-8 نقطه النادي الزمالك، والسيرف مع نادي الزمالك او الارسال لنادي الزمالك 10-8. وفكر حضراتكم النادي الاهلي متقدم في الاشواط 2-1، يتبقى النادي الاهلي شوط وحيد لحسم هذا اللقاء. والبلوك زي ما انتم شايفين بلوك جيد، ولكن البلوك عشان الكوره كانت صعبه او قويه فردت خارج الملعب. ارسال محمد مجدي على الارسال، بيلعب ارسال مع الوزن محمد مجدي، استقبال مميز، والكوره لعبد الرحمن الحسيني بيسقط الكوره وبيتابع الكوره مره كمان. رشاد شبلي هيرفع الكوره في مركز 1، بيضرب الكوره لكن الكوره ما عدتش الشبكه. احمد سعيد بيطلع الديفنس، عبد الرحمن الحسيني بيحط الكوره في ايد البلوك، حسبها لنادي الزمالك. عايزين نعرف الحكم حسبها ايه في نادي الزمالك. حسبها لنادي الزمالك. طب حسبها ليه؟ هنا في اعتراض. الكره من الاول، في كره الكره من الاول ما عدتش تاتش. لا ما عدتش من الاول، الكره من الاول ما عدتش. الكره من الاول ما عدتش، وده كان اعتراض لعيبه النادي الاهلي. لا ما هو يا جماعه احنا في حاجات بتبقى واضحه الحقيقه، مش محتاجه انه يعني نتكلم فيها. لا انا عايز لو ينفع نعيد الكره اللي قبل دي. دي 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 نقطه للنادي الاهلي، هي حسبتها شبكه. الحكم كابتن تغريد حسبتها شبكه. ازاي؟ معلش نعيدها تاني كده يا جماعه، بعد اذنكم نعيدها تاني. يعني قصدي اقول، يعني انا قصدي اقول ان هو في كور واضحه. على العموم مفيش مشكله خالص، النتيجه 10-9 تقدم النادي الاهلي، الارسال مع نادي الزمالك. يلا يا رجاله محتاجين نعود للمباراه من جديد. محمد مجدي على السر مره ثانيه، بيلعب ارسال داخل الملعب، ونقطه من جديد لنادي الزمالك. 10-10 التعادل الاول هذا الشوط. طبعا زي ما قلنا برضو ان ممكن الاربع نقط الخمس نقط يضيعوا في لفه. ده اللي حصل فعلا، ده ثالث ارسال يلعبه محمد مجدي. دلوقتي هيحصل تغيير، لويجي هينزل ويطلع احمد سعيد. طبعا احمد سعيد هو طلع احمد سعيد يريحه في المنطقه الخلفيه. احمد سعيد خلف، نعم، فيريحه شويه في المنطقه الخلفيه عشان لما ينزل على المنطقه الاماميه ينزله مره ثانيه.
لويجي هيطلع استقبال ممكن يكون افضل شويه من احمد سعيد. استقبال من لويجي، استقبال فعلا كويس، وكره ترفع للحسين يضربها داخل ارض الملعب. الحسيني الحسيني كلمه السر النهارده ان شاء الله ربنا يكملها علينا بالفوز. التقدم من جديد النادي الاهلي 11-10، وايضا تقدم في الاشواط 2-1. والارسال مع سعود، سعودي على السيرف، يلا يا دوله. احمد صلاح، عبد الرحمن الحسيني، عايزين بلوك يا رجاله. سعودي ارسال، يلا يا رجاله، عدت الكوره ودوله بياخد بلوك اهو. عبد الرحمن الحسيني هيضرب تاني في قلب بلوك على بره فعلا، ماشي بلوك، يلا يا رجاله البلوك. مره كمان رشاد شبل بيضرب الكوره، ضرب سريع من نادي الزمالك، ملعب سريعه نادي الزمالك، تصبح النتيجه 11-11. والارسال من جديد لنادي الزمالك، بس كانت نقطه يعني قصدي اقول كانت كوره رايحه جايه يعني، يعني مش لعبه منظم. لا هي الكور الاوت اوف سيستم بتبقى بنسبه كبيره، بيبقى الفرقه اللي تعرف تخلصها هي اللي تعرف تخلص الكوره يعني. اه بالظبط. ارسال نادي الزمالك، بصير نادي الزمالك اشرف الان على الارسال، استقبال من الحسيني، احمد صلاح طبعا. يا ولد صلاح، يا ولد يا احمد صلاح، يا ولد يا عبد الله عبد السلام. قبل ما الكره تترفع انا قلت لك احمد صلاح، احمد صلاح شكلها شكلها احمد صلاح، بس عبد الله برضه بيرقص اللي في الملعب كله، خلي بالك. يعني احنا ممكن نقول احمد صلاح ولكن عبد الله يبقى له راي تاني. لا طبعا يعني يعني عبد الله واحمد صلاح يعني الاثنين بيفهموا بعض من غير ما يبصوا لبعض. الارسال من جديد للنادي الاهلي، وتقدم اهلاوي 12-11. يلا يا رجاله محتاجين يا احمد صلاح على السيرف، أحمد. محتاجين سيرف كويس عشان ارسال جيد عشان البلوك تبقى الدنيا عليه سهله شويه. وزي ما قلت لحضراتكم انه وزي ما قال كابتن حسام، الارسال هو اول الاساليب او الادوات الهجوميه. احمد صلاح ارسال، بيلعب سيرف من عالي، استقبال من رضا، رشاد شبل بيضرب كوره من نص الملعب قويه جدا، والتعادل من جديد، نقطه نادي الزمالك، والتعادل من جديد 12-12. والارسال ينتقل الى نادي الزمالك. يلا يا رجاله محتاجين نقعد تاني للتقدم باربع خمس نقاط، محتاجين نرتاح. احمد يوسف ارسال، خد اشاره البدء، هيلعب ارسال في فلوتر احمد يوسف، لا بيلعب ارسال مع الوزمي من عالي، ارسال قوي من احمد يوسف، وعبد الرحمن الحسيني بيضرب كوره قويه جدا. رشاد بيرفع الكور، ثلاثة بلوك، عبد الله هيرفع لدولة، يا دولة خلص حسبها نادي الزمالك، شبكة على نادي الزمالك، ودولة بيخلص الكورة للنادي الأهلي. ضرب سريع من عبد الله السلام لدولة، تاتش لشبكة من بلوك نادي الزمالك، نقطة للنادي الأهلي. تقدم أهلاوي من جديد 13-12. والإرسال ينتقل من جديد للنادي الأهلي. يلا رجالة محتاجين نعود لتقدم الأربعة النقاط اللي بدأنا بيهم الشوط. عبد الرحمن الحسيني على الارسال، ونزل دلوقتي احمد سعيد تاني مكان لويجي على الشبكه في المنطقه الاماميه. يلا يا عبد الرحمن بيحط كوره جميله، وكوره يا ولد على البلوك. ايوه احمد كده. سعيد نازل ياخد بلوك، احمد سعيد بيقول انا هنا، انا هنا ونازل اجيب أحمد نقطه للنادي الاهلي. خرج بس ريح شويه في المنطقه الخلفيه، نزل المنطقه الاماميه انسان جديد. 14-12 يا كابتن، تقدم 14-12 فرق نقطتين، والسيرف ما زال مع الحسيني. يلا يا حسيني، يلا يا رجاله محتاجين نعزز التقدم، محتاجين نرتاح، محتاجين نوصل لل 20 واحنا متقدمين باربع خمس نقاط. يلا يا حسين. عبد الرحمن الحسيني ارسال مره ثانيه، بيلعب ارسالات من الوزب. عبد الرحمن الحسيني ارسال قوي جدا ما شاء الله، واللعبه بيطلع يضرب كوره من فوق عبد الرحمن الحسيني ديفنس. احمد صلاح بيسقط الكوره في ايد البلوك، هتعدي لنا سهله. لا ما عدتش سهله، هو نادي الزمالك برضه بيقاتل على الكوره بصراحه. بلوك بترفع في مركز اربعه، وعبد الله بياخد بلوك. لسه رشاد شبل بيحط بيزق الكوره. يلا يا عبد الله رافع الدوله، يا ولد جميله يا دوله، يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا دوله، يا ولد يا حسيني، يا رجاله فعلا يعني دوله خد خطوه لورا وخطوه لقدام، طلع على النقطه يا كابتن، خلص الكوره. طول ما الروح كده وبتقاتل على النقطه اكيد لازم تكون تجيب النتيجه. يا ولد يا حسيني، يا ولد يا عبد الله، خطوه ورا خطوه لقدام، خلص الكوره. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، تقدم اهلاوي 15-12، فرق 3 نقاط. والسيرف طبعا شايفين الاعصاب، اعصاب معالي الوزير عمي فاروق، والماتش يعني واضح على يعني على وجه طبعا معالي الوزير، لان المباراه الحقيقه يعني ماشيه نقطه بنقطه. الارسال من جديد مع الحسيني، تقدم اهلاوي 15-12. يلا يا رجل عبد الرحمن الحسيني ارسال، يلا عبد الرحمن
بيلعب ارسال قوي جدا وايه جوه الملعب، لكن الحكم شايف الحكم ليه راي تاني ان الكوره بره، النادي الاهلي كله شايف الكوره جوه الملعب، جوه الملعب شايفينها جوه الملعب. الحقيقه احنا شايفينها جوه الملعب هنا حامل او حكم الخط فين؟ حكم الخط، الخط هو اللي فعلا قريب من الكوره، ممكن يكون هو شايف احسن من النادي. معلش مش مشكله، ركز في الجيم تاني. سيرف النادي الزمالك، سيرف بتاع النادي الزمالك 15 رشاد 15. على الارسال بيلعب ارسال استقبال، احمد صلاح هيعدي الكوره سهله. يلا بلوك بلوك يا رجاله، البلوك رجال. اللاعب بيطلع يضرب كوره بره الملعب صح. نقطه للنادي الاهلي، النادي الاهلي 16 13. عارف يا كابتن الكوره اللي فاتت انا طبعا يعني احنا يعني اخطاء التحكيم هي جزء من الرياضه، ولكن النهارده النقطه اللي فاتت دي كانت تخلينا 17 12 كده. طبعا كانت يعني بنسبه كبيره، انت خلاص انت بتكسب الشوط، بس برضو يعني احنا عوضناها ونادي الزمالك ادانا هديه وضرب كره في الاوت سايد. النهارده الخطا التحكيمي بيبقى نتيجته نقطتين. دول على الارسال، محمد عادل بيلعب ارسال سيرف قوي محمد عادل، نقطه لكن الكره ما تعديش. معلش محمد عادل بيعتزل الفرقه ما عداش السيرف 16 14. ما نخافش يا اولاد، ما نخافش ان احنا نلعب سيرف قوي، ما نخافش ان احنا نضغط بالسيرف، لازم ناخد المخاطره دي، لان السيرف لو لعبنا سيرفين جامدين بيريحونا كتير. الارسال ينتقل مره اخرى لنادي الزمالك، سيف حسن عابد، تقدم الاهلي 16 14. بيلعب ارسال مع الوزب سيف في بطن الشبكه ويريحنا كتير الحقيقه. هذا الارسال يعود التقدم فرق 3 نقاط 17 14. عبد الله عبد السلام على الارسال. يلا يا عبد الله، كويس ان انت في الوقت ده على الارسال يا عبد الله. عبد الله الماسترو بتاع الفريق طبعا، الاوقات دي بتاعت عبد الله. عبد الله على السيرف واداء ان شاء الله خير. ارسال قوي جدا من عبد الله واستقبال ضعيف، وهيطلع يضرب الكوره في بلوك الشبكه. نقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي. الارسال، ارسال ارسال يا كابتن، ارسال عبد الله. متشكرين يا عبد الله، متشكرين يا عبد الله، ريحتنا النهارده بالارسال ده وريحت فرقتك كلها. 18 14 التقدم اهلاوي، ويعني خطوه خطوه يعني رايحين لنهايه الشوط. يا رب نكمل، بس نكمل زي ما احنا. عبد الله على السيرف مره ثانيه، هيلعب ارسال قوي برضو عبد الله. تغيير هينزل محمد عبد المنعم ويطلع سيف حسن عابد. دي المشاركة الأولى لعبد المنعم، المشاركة الأولى أول مرة ينزل النهارده محمد عبد المنعم، طبعا لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب النادي الزمالك. عبد الله بيقرأ الملعب قبل ما يلعب السيف. سلام من عبد الله، جميل جدا جدا جدا. يلا عبد الله الكرة في المكان الفاضي. يا ولد يا ولد، أنا والسعودي بيضرب كورة. عبد الله واقف بيقرأ هيلعب السيرف فين، هو مركز مركز. أعزائي المشاهدين، عبد الله بصوا يا جماعه السيرف، هو شايف هيلعبه على فين، ولعبه غير متوقع. يعني عبد الله السيرف كانه هو ماسك الكره وحطها بايديه في الحته الفاضيه. فعلا يا ولد يا عبد الله، عبد الله النهارده الشوط وبص ده. ونشوف البص على البلوك والبص على الضريبه، بص وراه الاول، بص وراه فين، شاف الملعب قبل ما يلعب. يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا عبد الله، يعني لعيب يعني اللي مش عايزين يعني نقول ان انت مش عايزين نحسدك يا عبد الله، ولا نقول حاجه نقول بعد الماتش. وقت مستقطع تاني يطلبه كابتن احمد عاشور عشان يوقف زحف عبد الله. تقدم اهلاوي فرق 5. الارسالات القويه جدا 19 14 بتهيالي برضو الفرق ما يطمنيش يا كابتن. لا هو 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 بالحاله، الحاله النفسيه اللي لعيبه الاهلي فيها والحاله النفسيه اللي لعيبه الزمالك فيها، انا ابقى مطمن على الماتش. بس خلي بالك برضو نادي الزمالك عنده بلوك وعنده سيرفات، يعني يقدر يعود في اي لحظه. هو هو ممكن ما فيش حاجه كبيره في الكره الطايره، بس نعم. انا دلوقتي انا بتكلم على نفسيه لعيبه النادي الاهلي. لا نفسيتها في السماء بعبد الله، موجود بارسالاته بقرايته للملعب. انا اقدر يعني اقول بنسبه كبيره ان احنا ان شاء الله الشوط ده بتاعنا والماتش بتاعنا. عبد الله عبد السلام على الارسال من جديد. بص يعني تعلم انا والله العظيم عبد الله عبد السلام، مش بس ما شاء الله ربنا يحفظك يعني. عبد الله سيرف سبايك ويحط الكره في نفس المكان برضو زي الكره اللي قبليها، والكره تتضرب في البلوك الاوت سايد. الاوت سايد جوه نقطه نادي الزمالك، مفيش مشكله 19 15 وتقدم نادي الاهلي باربع نقاط. والارسال ينتقل من جديد لنادي الزمالك. يلا يا رجاله، هانت 6 نقاط على نهايه الشوط ونهايه المباراه. لعبه على الارسال 19 15. محتاجين استقبال دلوقتي يا رجاله. بيلعب ارسال موجه لحسين، استقبال جميل. احمد سعيد بيضرب يا ولد يا ولد يا احمد سعيد، وعلى خارج الملعب 19 15 وقربنا خطوه، فاضل لنا 5 نقط ونحسم الماتش. نقطة جميلة من أحمد سعيد ورفع أحلى من عبد الله عبد السلام وأداء رجولي من الفريق. نكمل يا رجالة، إرسال لأحمد سعيد. أحمد سعيد مرة تانية على السيرف، بيلعب إرسال، هيلعب إرسال قوي أحمد سعيد.
طبعا ارسال قوي، احمد رضا بيستقبل كوره سريع وطلعت، لكن الكوره نادي الزمالك لجأ للعب السريع لان البلوك بدا يبقى قوي من النادي الاهلي، فنادي الزمالك هنا بيلجأ للعب السريع عشان يحل لوغاريتمات الدفاعات النادي الاهلي، ونقطه النادي الزمالك ليصبح او تصبح النتيجه 20-16 وتقدم النادي الاهلي باربع نقاط، والسيرف مع نادي الزمالك يعني يا كابتن مهم الاستقبال، مهم الخش طبعا يعني السيرف اللفه ديت السيرف نادي الزمالك فيها بيبقى السيرف صعب شويه، محمد مجدي دوت يعني احنا محتاجين نخلص الكره من اول مره ما يلعبش يقف على السيرف مره واثنين وثلاثه. صحيح بيلعب ارسال قوي جدا زي ما احنا شايفين، استقبال من الحسيني، احمد صلاح بيرفع، الحسيني بيضرب الكره وبيخلص الكره بشكل جميل قوي طبعا بمعلمه تاتش بلوك على اللاين عشان تطلع بره الملعب، نقطه جديده للنادي الاهلي. المهم السيرف اتكسر بصراحه. 21-16 تقدم النادي الاهلي، كان مهم السيرف ده يتكسر. كان مهم فعلا السيرف ده يتكسر من اول مره، كل مره بيبقى السيرف ده عندنا فيه مشكله شويه. دلوقتي عبد الرحمن سعودي راجع على الارسال، عبد الرحمن على الارسال، يلا رجاله اربع نقط، بيقولوا في ميه على ارضيه الملعب ولا ايه؟ بيطلب مسح المياه اللي وقعت على ارض الملعب احد لاعبي نادي الزمالك، وبالفعل اللعب متوقف والارسال سعودي، سعودي على الارسال، اتمنى ان شاء الله ارسال كويس يضغط بدفاعات النادي الزمالك عشان نقدر نطلع بلوك مرتاح. لحسين النهارده احد نجوم الفريق، ربنا يحفظك يعني. ارسال من عبد الرحمن، استقبال من احمد يوسف، كوره سريعه على شوت شيب وتفنس ولد احمد صلاح، هيرفع احمد سعيد بيضرب كوره الحسين يا ولد يا حسيني، الحسيني يا ولد يا حسيني، وتلقى التهنئه من مديره الفني محمد مصالح ميدو، بياخده بالحضن كده بيقول له يا ولد وثقت فيك وكنت قد الثقه. الحسيني في ايد البلوك وعلى بره، كره قويه جدا 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 ومزنوقه يا كابتن، الكره مزنوقه فعلا، الكره مزنوقه ولكن حطها حلو قوي. ده النقطه ديت بتبين يا كابتن هيثم حاله نادي الزمالك، خلاص نادي الزمالك دلوقتي استسلم ان هو بيخسر. نعم النهارده قلت الهوج اهو قاعد صانع العاب فريق كره السله وبيشجع وبيآزر فريق كره الطائره، وبلوك تاني من النادي الاهلي لكن الكوره بره، بلوك حلو، لا بلوك البلوك حلو. رايح وقافل. تقدم النادي الاهلي 22-17 بعد نقطه نادي الزمالك، يتبقى ثلاث نقاط على فوز النادي الاهلي بهذا الشوط والفوز بالمباراه. يلا يا رجاله الارسال مع نادي الزمالك، الارسال مع زياد محمد، نزل مكان اشرف اللقاني دلوقتي بيلعب ارسال سبايك، بيتعدل وندر بيستقبل، احمد صلاح يا ولد، يا احمد يا صلاح يا ولد، صلاح بيضرب يا ولد، رضا ما لحقش يهرب منها، احمد صلاح بيقول انا هنا اهو، انا هنا اهو ومستني الهدايا. احمد صلاح دلوقتي على الارسال، يعني هنشوف احمد صلاح هيعمل ايه في السيرف. تعالى يا كابتن خلاص يعني ست نقاط، لا ست نقاط ده يعني كده خلاص، محتاجين بس نقطتين خلاص يعني، مفروض اكلينيكيا ان شاء الله احنا يعني تشجيع جميل جدا، تشجيع يعني لاعبين كره السله وكابتن نور عطيه موجود، كابتن نور عطيه وكابتن خالد ابو زينه طبعا قاعدين في المصيبه. يلا صلاح، يلا صلاح، سيرف قوي جدا، استقبال والكره بترفع مركز اربعه ونقطه النادي الزمالك، ما فيش مشكله الارسال يروح نادي الزمالك وتصبح نتيجه 23-18، الاستقبال ده ونقطه في سيرف كويس ومبادره. طبعا دلوقتي استقبال. احمد يوسف هيلعب ارسال، هيحاول يلعب ارسال فيه ريسك كبير طبعا، محتاجين نطلع استقبالايه كويسه ونخلص الكره على طول من اول مره. بس البلوك يا كابتن كان طالع حلو بصراحه، بس طلع يعني في ستاجرنج شويه، ما كانش طالع هما الاثنين مع بعض، يعني ما كانوش طالعين قدام الكره بالظبط. احمد يوسف بيلعب ارسال، ارسال قوي من احمد يوسف، وندر بيستقبل استقبال حلو، حسام بيرفع الكره، احمد صلاح بيضرب يا عيني يا صلاح، يا عيني يا صلاح من مركز واحد على الخط، يا عيني يا ابو صلاح، كوره مش متوقعه، ايه الجمال ده، الكوره دي من الكور الصعبه جدا ان هي تتضرب من المنطقه الخلفيه على الخط بالظبط في مركز خمسه. ربنا يحفظك يا صلاح، ضربه يعني كوره صعبه جدا جدا جدا, جداً, جداً على البلوك وعدي فينس جدا جدا جدا، كوره صعبه. 24-18 نقطه المباراه، جيم بول او بول فور ذا جيم، عبد الرحمن الحسيني سيرف خارج الملعب، معلش خلاص استقبال وضرب، نادي الاهلي بيقترب من حسم اللقاء. يلا يا رجاله خمس نقاط فرق، 24-19 الارسال مع نادي الزمالك، رشاد شبل على الارسال، هيلعب رشاد ارسال فلوتر، استقبال عادل بيرفع الكرة، احمد سعيد بيحط الكرة في المنطقه الفاضيه، نقطه نادي الزمالك، بيضرب كوره خلفيه كده يعني فيها يعني مفيش مشكله، مفيش مشكله، لسه عندنا شويه، لسه عندنا اربع نقاط في تايم اوت دلوقتي يطلبه كابتن محمد مصلحي، صح في توقيت عشان يوقف الوقت، يعني يوقف الماتش نقطتين ورا بعض في الوقت ده، لازم اوقف، لازم اوقف صح. احنا بنحيي كابتن محمد مصلحي ميدو، تايم اوت في وقته، في وقته عشان
نستعيد تاني زمام الامور ونرتب اوراقنا تاني من جديد. محتاجين نقطه عشان نحسم اللقاء. وزي ما قلت لحضراتكم يعني الجهاز الفني نادي الزمالك بقياده شريف الشمرلي وكابتن احمد عاشور، وزي ما قلت لحضراتكم كابتن شريف قاعد في المقصوره لانه مش بيتواجد في المباريات، ولكن اللي بيقود المباراه من ملعب احمد عاشور. عشان الناس اللي سالتني قالت لي كابتن شريف الشمرلي مش واقف ليه مع جهاز نادي الزمالك. سيرف النادي الزمالك، رشاد شبلي على الارسال دلوقتي بيلعب ارسال مع الوزب، استقبال دوله ويخلص نقطة. دوله نقطه من جديد بلوك. لا معدل بلوك. بلوك النادي الزمالك، النادي الزمالك تاني 24-21. يلا يلا يا رجاله احنا كده ثلاث نقط محتاجين نخلص دلوقتي. محتاجين نخلص. هي نقطه استقبال في ضرب المهمه سهله عندنا جدا جدا جدا. استقبال جيد، اختيار جيد في الرفع وضرب مظبوط. رشاد تاني على الارسال، يلا يا رجاله. رشاد ارسال استقبال من الليبرو احمد صلاح، خلص احمد صلاح، خلص احمد صلاح، احمد صلاح خلص احمد صلاح. الف مبروك فوز النادي الاهلي بلقاء القمه اليوم مع نادي الزمالك 3-1. الف مبروك جماهير النادي الاهلي. الحقيقه مباراه كانت صعبه، مباراه كان فيها فنيات عاليه، ولكن النادي الاهلي استطاع ان يحسمها. الف مبروك كابتن حسام. الله يبارك فيك. الف مبروك يا كابتن هيثم، ومبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لكل اللعيبه اللي عملت ماتش قوي جدا وفعلا يستاهلوا ان هم يكسبوا الماتش ده. مبروك كابتن محمد بصير حميد والجهاز الفني والاداري كله بالفريق. ايضا مبروك مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان متواجد اغلب اعضائه بيساندوا الفريق. مبروك. يمكن الحقيقه كنا محتاجين الفوز بشكل جميل زي كده، والنتيجه 3-1. يمكن كابتن محمد بصير حميد وباين عليه الضغط العصبي الرهيب اللي كان في المباراه. دكتور سامح ظلام يعني الجندي المجهول لهذا الفريق. مبروك، نتمنى كل الفوز، ودايما يا رب انتصاراتنا يعني كتيرة. وزي ما وعدنا حضراتكم في قناة النادي الأهلي بنكون دايما مع أبطالنا. امبارح شفنا فريق طبعا فرحانين بالحسيني طبعا يعني بيتلقى يعني ممكن يكون تقريب على كورة أو اتنين، لأن كابتن محمد مصالح ميدو عايز الحسيني يبقى أحسن وأحسن. طبعا يعني هو شايف إن الحسيني عنده أكتر من كده، هو مبسوط بأدائه طبعا. أدام بيهزر معاه كده بعد الماتش، بعد ماتش أهلي وزمالك يكون لاعب فيه بالمنظر ده، يعني لازم يكون مبسوط بيه. مبسوط. هو النهارده حط ثقته في الحسيني والحسيني ما خذلوش. كابتن خالد ابو زينه بيحضن هنا احمد سعيد بيقول له يا بطل، يعني الاحضان والتهنئات اللي بعد المباراه دي بتحسس قد ايه اللعيب عمل حاجه كويسه. طبعا يعني احمد سعيد النهارده كان يعني سوبر ستار في الماتش. ارسالات ديفنس او الضرب للخلفي او الضرب الامامي، لا احمد سعيد الصراحه النهارده عمل كل حاجه، كل اللي هو عايزه في الماتش. كابتن محمد مصالح بيهني اللعيبه وبيسقف لهم، وكالعاده بيجتمع اللعيبه على صف واحد امام الجهاز الفني وبيسقف لهم بيقول لهم مبروك يا رجاله واتفضلوا على اوضه اللبس. يعني حاجه تقليد او بروتوكول اتعود عليه النادي الاهلي. وطبعا بيجتمع ايضا الجهاز الفني ولعيبه نادي الزمالك في الناحيه الاخرى، بيقول نادي الاهلي الف مبروك، بيقول نادي الزمالك هارد لك. ونشكر حضراتكم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، وعوده الى استديوهاتنا في مدينه السادس من اكتوبر والكابتن